السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الإخوة والأخوات. نحن في حوار مباشر دائما حول الانتخابات الرئاسية. السؤال اللي راه مطروح: الجزائر إلى أين في ظل انتخابات رئاسية مغلقة؟ لعلكم راكم بديتوا تشوفوا في حراك في عدة ولايات، شعارات تقريبا نفسها تردد. مرشحين إلى حد ما، الناس اللي راهم رايحين يجمعوا التوقيعات، الناس اللي راهم يعرفوا الانتخابات الرئاسية كيف تجري من خلال ممارسة ومن خلال تجربة، راهم مجموعة لا يتعدون ربما 6. الأمور يعني راها واضحة. فيه ناس الآن راهم يحاولوا يقنعوا أحمد بن بيتور، ولكن أحمد بن بيتور ليست له قاعدة شعبية، وبالتالي المرشحين اللي راهم رايحين يظهروا إلى حد ما اللي ربما يقدروا كما يقولوا ينسقوا مع بعضهم علي بن فليس وعلي غديري وعبد الرزاق مقري. درك راهم عندهم هما في المقابل، راهم دايرين هذاك وش اسمه هذاك عبد العزيز بن العيد، وربما يزيدوا يطلعوا معاه كاش واحد اخر من اجل باش يقسموا الاصوات. وما راهم عندهم الافلان، عندهم الارندي، عندهم واسمه عده منظمات راها تمشي معاهم، عده احزاب راها تمشي معاهم. بالاضافه الى انه راهو تحرك معاهم الآن تاع اتحاد العمال الجزائريين، وعندهم الصك من الخارج، وبالتالي الإدارة راه في يديهم، راكم تعرفوا قوائم تاع الانتخابات راهم في يديهم، الإعلام راهو في يديهم، الأموال راها في يديهم. القايد صالح ما راهوش رايح يمشي مع هذا الناس، بدليل هو أنه هذا علي غديري لما دار البيان راكم شفتوا الإجابة نتاعو. نفس الشيء بالنسبة لبن فليس، بن فليس راهو راهن في 2004 وخذا صفعة، في 2014 خذ الكوتبي، المرة هذه يعطيه بدماغ. فهمتوا؟ الجزائر في ظل هذا الاحتقان المتناوي، في ظل هذا الاحتقان المتنامي إلى أين؟ نفتح إن شاء الله المجال للإخوة اللي يحبوا يشاركوا معنا. نبدأ نشوفوا ترى مع هذا الأخ بن غربي، ونفتح لكم المجال كلكم اللي يحب يجي يشارك معنا مرحبا به. عادي أخ بشير، الو، مرحبا السلام بك. عليكم. الله يسلمك. وعليكم السلام ورحمة الله. وش راك يا استاذ؟ لاباس؟ والله لاباس الحمد لله، الله يبارك فيك. واش تقولنا الأخ بشير في الموضوع تاعي؟ والله هي الامور معقده استاذ، والحاجه الحاله مخلطه. مي حبيت تسقسيك يا استاذ، يعني توش تقول يعني كحل، يعني مش من كحلول. حل، مش من حلول. درك هما في هذه الانتخابات الرئاسية، انتخابات مش مفتوحة، راها مغلقة. فهمت؟ يعني انت درك تخير بن فليس ولا تخير بوتفليقة ولا تخير علي غديري، ايه ها النتيجة وش هي اللي راح توصل لها؟ حتى ما ننتخبوش
ماشي قضية نتاع ما تنتخبش، ماشي هكذاك أودي. هذه الأمور شوف نقول لك، هذه الأشياء اللي أنتم ربما تطرح في الرؤوس نتاعكم، هذه الأمور احنا رانا ماشيين معاها جوش دروات، ماشيين معاها ذهابا وإيابا. ماهيش قضية نتاع تنتخب. دوك أنت لما تروح تنتخب والصوت نتاعك لا يحترم، فهمت؟ علاش تروح يعني تنتخب؟ واش نقول لك، ربي يجيب الخير للبلاد وخلاص، ربي يجيب الخير للبلاد هذه هي. فهمت؟ دوك نقولوا مثلا لو كان راهم كاين مرشحين، المرشحين هذو مثلا معروفين بالنضال تاعهم مثلا في الجزائر، وعندهم مشاريع من اجل تغيير حقيقي، او كاين مرشحين اللي راهم هما في مستوى تطلعات نتاع الشعب. للاسف الشديد الخرج الاخ هذا، شوفوا هذا الاخ، هذا الأخ اللي ترمز الاسم نتاعك بفريد، والله أخت والله. المهم نزيد نعاود نذكر كل مرة الإخوة والأخوات اللي يحب يشارك من خلال الهاتف النقال، مش من خلال الكمبيوتر. الكمبيوتر راه ما يقدرش يدخل، لازم من خلال الهاتف النقال، وتكون عنده لابليكاسيون، يدخل على لابليكاسيون تاع الفيسبوك ويطلب الإضافة ويتفضل يعني ينورنا. نشوفوا ترى هذا الأخ سليم، بالك لا المرة هذه إن شاء الله يطلع. أخ سليم مرحبا بك. أخ سليم مرحبا بك. مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام. الآن هاك طلعت، وي الحمد لله. شفت قبيل باللي تحاول تطلع في مت ولكن ما كانش لأنك كنت تتكلم بالكمبيوتر. ايه ما كانش. أيوة راني في مدة انا نحاول نقول لك على موضوع المصالحة الوطنية. أنا من ضحايا المصالحة الوطنية، اللي يعني لحد الساعة مقصى من العمل بيا بالإخوة تاوعي وبكل، واتصلت بك العام اللي فات في الفيسبوك تاعك، بالك تشفى عليا. منين الأخ، منين؟ معسكر ممكن كلمتني بصح ما زدتش عاود ما اتصلت تشفاش، بيا. ما زدش. صح، ما فيش فيما يخص مشكلة، تحب الانتخابات راهي باينة الانتخابات شو الأخ. نقول لك، واش تحب ايه تحكي في الموضوع تاع المصالحة، واش حاب تحكي؟ حبيت نحكي لك باللي ما كانش مصالحة في القانون، ما شوف كانش. احكي على روحك، احكي على روحك. ايه احنا ما دام رانا رايحين نحكيو على قضية هذه نتاع الانتخابات، راهو داخل الاطار لا هذا، لانه هذا انتخابات الناس، بنحكي. اصبرني، لانه هذا الناس اللي راهم درك هما، سواء منهم اللي راهو ترشح ولا منهم اللي راهو كان مترشح درك بوتفليقة، كاين الناس اللي راه تحكي المصالحة وراهو دار المصالحة وراهو دار المصالحة. احكي، انت راك جيت لهنا الان، راك قلت باللي انت راك واحد من الضحايا نتاع المصالحة. لازم الناس تعرف باللي احنا راه ما عندنا حتى العلاقه بالمصالحه نتاع بوتفليقه. صح. انا في تفضل بين تفضل، بين وش هو اللي انا وجعك انت؟ شو هو الشيء اللي وجعك؟ وش هي بين نور المظاهر اللي راه؟ بين نور الرأي العام، برك ايوه تفضل. باللي احنا ضحينا برواحنا على جال البلاد. دروك انت انسان تكون مقصى من الخدمة، علاش؟ واش السبب؟ ما هو الذنب تاع ابناء الارهاب هذو؟ فهمني، احنا خاطينا هذا الموضوع تاع الارهاب احنا نحبوا بلادنا ونحبوا يكون مستقبلنا في بلادنا، لكن الإدارة ما كانش. أنت ابن إرهابي ما تخدمش، مقصى من العمل. شفت طلعت حتى العاصمة واتصلت قاع بالحقوقيين، ما كانش. كان يقول لك روح الله يسهل عليك، كان يقول لك خافوا، راك فاهمني، يخافوا، يقول لك شوف حاجة واحدة أخرى، ما اخ عنديش كيفاش اسمه، ندير لك. ذكرني ها؟ بالاسم نتاعك، اخ سليم.
ذكرني ذكرني باسكو ممكن بالك حكيت معايا انا في الموضوع هذا بالكتبه، ولكن ما وقلت بكتبه عرفني بكتبه اني عرفني عاقل. بروحك، عرفني بروحك وعرف الناس عبد اللطيف اللي راهم يتبعوا فينا، وكيفاش حتى انت دوك تحكي انت عن المصالحه. عبد اللطيف منين؟ معسكر، هاي عبد اللطيف من المعسكر، وش الموضوع ما تاعك انت؟ معسكر لا مش الموضوع، انا بغيت نشارك معاكم بس نخبرك على المصالحه الوطنيه باللي ما كاش منها، ما كاش اي نعم، مصالحه وطنيه. وعلاش وعلاش احكي لنا دوك. علاش نحكي لك؟ نحكي لك مصالحه وطنيه اللي كان في الجبل، اللي طلعوا في الجبل الدوله تصالحت معاهم، بس ابناء الارهاب هذو اللي ماتوا كاع ما يخدمش، ما يتوظفش في الدوله، مسببك من ضحايا هذو؟ كان من المغرر بهم وطلع مدة سنة 94 95 توفى، مانيش عارف على قتلوه طلع ايه قتلوه وين قتلوه؟ في غليزان نورمالمون. تسمع عطاو لكم المكان اللي قتلوه فيه والله ما ايه عطاونا عندكم معلومات؟ عندكم معلومات عليه؟ لا عندنا سيبون توفى وانا حضرت في الوفاة تاعو، بصح في العمل مقصيين. يعني انا باش نخبرك سي نور الدين باللي مصالحه وطنيه مجرد انتخاب، هكا شعار تاع انتخاب، ماهوش ماشي مصالحه زعما كيما نقولوا مصالحه مزيفه. يعني ما ممنوع من الخدمة. ايه انا خاوتي صحابي اللي عندهم هكا، صحابي اللي عندهم فني اباء تاعهم نفس المشكل، كان اللي كيما نقولوا ممنوع من العسكر، من الدرك الوطني، من الشرطه، من الحمايه المدنيه، ما عندهمش ثقة فيك إلا التعليم، التعليم شوية إلا تدخل التعليم معليش مقبول. الله هايله. والله كيما تسمى نقول لك لا تروح تروح كيفاش دوك تسمى الانسان اللي راه دوك ما يعتبر عنصر غير صالح، كيفاش تعطي له انت التعليم؟ تسمى التعليم يقبلوك لا باش تروح تدخل الشرطه ولا ليك تسمى خايفين من السلاح. لا 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 ما يثيقوش فيك، ما يثيقوش فيك، هذه غير بغيت نخبرك بها زعما انا عشتها. الحمد لله احنا نبغوا بلادنا زعما الحمد لله، ما نخدمش ما نضحيش ببلادي. الاب تاعي مغرر به كان انسان جاهل، بصح انا انسان مثقف وخريج جامعه، ما شاء الله. فهمني ايه نذوق انا هذا الامر، معليش نضحي بروحي ما نضحيش بالبلاد. يعني هما يبغوا يغرسوا فيك هذا الاقصاء هذا، وهذا تم راك انك تحس بالتهميش والتمييز. تهميش. صح، تحس والإهانة والنظرة الناقصة هكا، فهمني نعم. المهم انت، انا إيه؟ راني نتكلم وهاني من فرنسا، انت راك واحد من خوتي، أنا عارف على بالي عارف أنا باللي راهم كاينين الناس اللي راهم درك هما يغيظهم الحال لما تقول انت يا هذا، كيف تقول انت هذا واحد من خاوتي؟ انا راني نعتبرك واحد من خوتي، إيه خاوتي بارك الله فيك، الجزائريين، بارك الله فيك، لا افرق بارك الله بين فيك. ابن مسلح ولا بين ابن دركي، كلنا جزائريين. ايه صح احنا صح كلنا المصالحه اللي جزائريين نحوسوا صح. عليها، نحاول المصالحه هي المصالحه الحقيقيه، ليست المصالحه التي المصالحة تقصي الحقيقية. الناس، ليست المصالحة التي تميز بين الجزائريين. المصالحة اللي نحوس عليها هي التي ترجع الحقوق للأهل نتاعها، وترجع صح. الحق للناس المظلومين، للناس اللي تحقروا، لأنه بالظلم وبالحقرة راها رايحة تزيد الجزائر تشتعل. دوك حنا الآن رانا على فوهة نتاع بركان، هاد الناس اللي راهم دوك قادرين يخرجوا من خلال الحقد ومن خلال الضغينة، راهم قادرين يزيدوا يشعلوا البلاد في أي لحظة، وحنا نحوسوا على جلب الاستقرار تاع البلاد ونحوسوا على الأمن تاع البلاد. صح ايوه الحمد لله. وسي انا غير بغيت زعما نوضح الامور، نعم. ايه بغيت نوضح الامور وماشي حاجه سهله. هذو ابناء المغرر بهم، علاش تزيد تبغي تحب تغرر بهم؟ واحد كاين محامي قال يروح لبوتفليقه يخدمك، شوف ردة الفعل كي دايره، روح لبوتفليقه يخدمك، فهمني. والحمد لله وصلنا اللي وقفوا معنا من ضحايا الارهاب. المشكل الكبير انه واحدين زعما اباء تاعهم ماتوا ووقفوا معنا، يعني احنا الشعب كابيناتنا متصالحين. اللي وقفوا معايا اللي كانوا باتهم ماتوا، ماشي كان مغرر بهم، كما نقولوا ضحايا الارهاب هما اللي وقفوا معنا. يا ولكن اداره لا، اداريا لا تسمى هم والحمد لله فاهمين زعما
تسمى الناس فاهمة في بعضها باللي في زوج مغرر بهم. مغرر بهم، بارك الله فيك، يعني في زوج مغرر بهم، لكن الإدارة للأسف، للأسف الشديد. ونزيد نحكي لك على الانتخابات، العهدة الرابعة. وعدكم كانت عندي كونترا، كانت عند لا كانت عندي كونترا تشغيل شباب، فرضوا علينا باش نحضروا سلال في ولاية معسكر، فرض علينا باش نحضروا لكن ما حضرناش، قصاونا من العمل. قصاونا من العمل، ومن بعد قالوا لنا لازم تروحوا لتيارت، خاطر هو دار تاعه في تيارت، التجمع تاعه تاع الافلان، يعني علاش ما نروحوش لفوزي رباعين، علاش ما نروحوش بالسيف علينا، نروحوا المترشحين الاخرين، على غير السلطه، مترشح السلطه نحضروا له بالسيف، باينه اللعبه. ها الماتريال ورجال الاعمال والشعب اللي يجيبوه لا بغا من ولايه اخرى، يجيبوه هذوك اللي يطلبوا، اللي يجيبوه المهابي المرضى يعمروا بهم اللسان، ما تشوفش الشعب، انت فتيلي ما تشوفش بلي هذا الشعب راه جاي يحضر، لا مخدومه. كيفاش راك تشوف الآن في الحالة الأخ عبد اللطيف؟ راني نشوف الحاله راهي كارثه، كارثه راه سخونة، بدأت تسخن نهالها شوية. كارثه. السلطه من السلطه، السلطه راه جهلت شويه، كاين احتقان ثم عندكم ثاني في معسكر. كاين صح كاين. الامن بدأوا يخرجوا الناس ولا لا؟ لا اللي كاين، الناس كاين، الناس اللي معارضه للعهده الخامسه، لكن الشرطه شويه شويه كاين، شويه قمع، ما كاش حريه كون مع السلطه شيات ولا تدخل الحبس. الفيلم راه واضح، الفيلم راه واضح للبيان، ماهوش هاو. جا عندنا رشيد نكاز الله يبارك، الشعب قاع خرج معاه. تسمى يا إما أنك تضرب السنيطرة، تضرب الزرنا للسلطة وبالتالي يفتحوك الأبواب وتصير صح أنت من صح المبشرين بالجنة. إذا كان عرفتهم، عرفت السلطة، راح يطردوك عرض ويحطوك السلطة في الجحيم، يغلقوا عليك يحطوك في الأبواب من الجحيم. كل الجهات. هاي ما يعني الحرية ما كانش، والعدالة ما كانش، وحرية التعبير ما كانش، يعني حزب الواحد كما نقولوا احنا بكري وسعيد، ما كانش تعددية، لا توجد تعددية في الجزائر. نعم، المهم شكرا والمشكلة للأخ عبد اللطيف، كاين بارك إخوة الله فيك، آخرين بارك الله راهم فيك. ينتظر. الله يبارك فيك، شكرا، أوكي، السلام مرحبا عليكم. بك الأخ، شكرا. نمر للأخ هذا عبد العزيز، الأخ عباس تحب تدير مداخلة؟ مرحبا بك، وعارض على روحك وفند الكلام اللي كنت تسمع فيه. احنا نتكلموا مع الناس كل، ما عندناش إقصاء. الناس فقط اللي يجوهم يسبوا ولا هذوك يجوا على جال باش يديروا في البروباغاند، هذوك ما عنديش الوقت على جال باش نضيع الوقت نتاعي معاهم، بلوكي وفوت الطريق. شغل واحد دعسنا موسى وبسلم بالعافية، ما نكسر راسي معاه منظر نرد عليه. ربي يحفظك الأخ يوسف. اصبر الأخ طاهر، اصبر، هاو كاين واحد الأخ هكذا دوك نعاود نطلعك. مرات يكون الخط ضعيف. المهم الإخوة والأخوات، كاين بعض النقاط لازمكم تتولهوا لها درك. ربما فقط هو أن نبدأ نتحدث، كاين بعض الناس اللي هما ربما يوجعهم قلبهم، كاين الناس اللي ذكرها مقلقة، راها متوترة، راها كرهت هي هذا الوضع. درك هذا راهو حق نتاعكم، تحوسوا على التغيير وتبدلوا هذا النظام، راهو حق من الحقوق نتاعكم. احنا رانا نحوسوا على تغيير حقيقي، ولكن يا الاخوه مش يذوك لما الواحد يبدا يطرح في بعض التساؤلات، او الواحد هو انه يبدا يمد في وجهه النظر تاعو فيما يتعلق ببعض الامور، تبداو تشوفوا فيها انتم من انه هذا الناس قال والله غير هذه المساله، هاد الناس راهم نتوع فلان او نتوع فلتان، او هاد الناس راهم حبوا باش يفشلوا هاد الحركه. يا اخي انا من حقي باش نسال، درك الانتخابات راها مقرره، مقرره يوم 18
افريل 2019. راهم درك هما الناس اللي تقدموا للترشيح، راه كاين اكثر من 100 واحد. مثل ما كنا نقول لكم منذ ايام باللي راهم رايحين، هما دركا رايحين يخيروا 5 أو 6 من الناس، وراهم رايحين هما لانه في غياب مرشحين حقيقيين اللي حوسوا على تغيير حقيقي، الوضع راه مستمر. في ظل المقاطعة الوضع راه مستمر، في ظل هذا ما يسمى هذا بالجهات الصامتة، الوضع راه مستمر. بالتالي درك هما هاد الناس مثل ما كنا ومثل ما نعاودوا نردوا في كل مكان، هاد الناس راه عندهم الإدارة، راه عندهم المال، عندهم الإعلام، عندهم جهات أجنبية راها تدعم فيهم، بالتالي هما راه رايحين يفرضوا أمر الواقع على الناس. دوك هاد الناس اللي خرجوا شكون هما؟ يا هل ترى هي المسألة عفوية؟ يا هل ترى هاد الناس راهم شايفين باللي الانتخابات ما تخرجهمش، عارفين باللي هما لو كان يروحوا للانتخابات راهم رايحين ياخذوا صفعة، وبالتالي هما دوك خرجوا للشارع اختاروا الشارع؟ يا هل ترى هاد الناس اللي خرجوا للشارع خرجوا منظمين او ناس راح توجه فيهم من اجل الضغط على السلطات على اجل باش هما في يوم الانتخابات راهم رايحين يعقبوا المرشح اللي حوسوا عليه؟ يا هل ترى هاد الناس هما راهم خرجوا للشارع على جال بغيت هو انه ما راهمش راحين يقبلوا بالانتخابات نهائيا، وبالتالي راهم يحوسوا دركا على انه يدفعوا للناس باش هما يخلقوا وضع حتى باش هما يلغيوا الانتخابات، ومن بعد يفرضوا امر واقع للناس بتدخل الجيش بتأجيل الانتخابات؟ كاين هناك اسئله موضوعيه ومنطقيه لازم الناس تعرفها. هذا الكلام هذه نتاع لا للهرده لا وسمع لا للهرده الخامسه ولا للعهده الخامجه، هذا كله كلام فارغ، فهمتوا؟ تبلبيل هذاك والتعليقات هذيك اللي ما عندها حتى معنى. لازم الانسان يطرح الاسئله المنطقيه الحقيقيه، ويحاول هو ان الانسان يلقى الاجوبه المقنعه. مرحبا بكم، ارواحوا شاركونا معنا في هذا النقاش، وقنعوا الناس من خلال هذه الاسئله اللي راها مطروحه. شوفوا ترى هذا الاخ الياس، المهم الاخوه شوفوا اللي تجيو ديروا البروباغوند وتجيو تنشروا الروابط، راه مره زوج المره الثالثه نبلوكيك، ما نكسر راسي معاك وما نضل نضيع في وقتي معاك. مرحبا بك الاخ الياس. شغل الميكروفون تاعك، جيت غرضت لنا برك وتراه ولا شوفوا ترى هذا الاخ. مرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله. والله لاباس الحمد لله، الله يبارك فيك. واش تقول لنا الاخ طاهر في الموضوع تاع الليله؟ الجزائر الى اين في ظل انتخابات رئاسيه مغلقه؟ والله هي راهي كاينه يعني. يبدو هو انه راه الخط نتاعك راهو الخط تاعك. لا نسمع فيك هنا يعني. نسمع فيك. تسمع فيا انت؟ تسمع فيا روتينا؟ تفضل. راهو ساعة ساعة وكاين تقطع، كاين تقطع وكاين روتار تاع الصوت هذا. ممكن قلت لك اليوم كاين تحركات بزاف، كاين اليوم في عنابة، كاين في جيجل، كاين في بيتنا، سرتو في بيتنا كاين تحرك كبير في بيتنا اليوم. خرجوا يعني من غير الصطاد يعني خرجوا اليوم في بيتنا، وكذلك عنابة هي كاين تحركات، ويعني إذا كانت استمرت كما كذا وكاين يعني اللي دعمها سواء من مثقفين ولا أساتذة ولا محاميين، يعني ناس اللي راهي عندها الوطنية أصلا، نشوف فيها الأمور رايحة إن شاء الله للتغيير. أما إذا كان قاعد الشعب يعني
غير الهضره برك راه ما كان ما يكون والو. هذا من باب اخر. باب ثاني انه ثاني حاجه لازم الناس اذا كنت حاب التغيير، انك نهار قلت لك التغيير راهو معادله صعيبه والثمن تاعو عنده ثمن باهظ. لازم حتى كما قلتيه انت التغيير راهو عنده اسس تاعو وعنده منطلق تاعو وعنده مراحل متعدده التغيير. اما حسب ذوك الانسان يبقى يحضر برك مثلا سوى مثلا العهد الخامسه مثلا الخامجه بدون يعني ردة فعل حقيقي في ارض الواقع، هما راهم ماما داروها ليفندو ماشي لدزويت، داروها ليفندو. كاين كيما هنا في تبسه راهم داروا نظام جمعيات، داروا واحد دوز جمعيات ضد العهده هذه، هي حركه شبابيه يعني ما كانش يعني ماهيش يعني قضيه كاين كاين ليها تنظيم ولا كاين من حزب فلان، هي حركه شبابيه راهم دايرين زوز لا تنظيمات الأخ حنا الكريم مش تكون اسمع، ماناش أطفال، فهمت؟ ماناش أطفال. دوك السلطة راها دوك هي حددت يوم تاع الانتخابات اللي هو 18 أبريل، راهم كاين فيه مجموعة من أكيد المرشحين، كاين الناس اللي ما تقدموش، كاين الناس اللي ما تقدموش أكيد شاكين في النزاهة تاع الانتخابات، في حياد الجيش، في الرقابة نتاع الانتخابات، وبالتالي هما ما تحركوش، ما ترشحوش. درك الناس اللي راهم درك هما رايحين يتقدموا لهذه الانتخابات راهم يعملوا سواء بنفليس او اسمه هذاك مقري او هذا علي غديري او الناس درك هذو اللي تحركوا، شكون وراءهم؟ تحركوا درك مثلا، قال مثلا درك ناس، قال مثلا في ولاية معينة مجموعة، قال ساخطين ولا، ولكن راها الشعار واحد، بوتفليقة يا المروكي كذا كذا كذا، شعار واحد راهو هي يردد في عدة ولايات. صبرني صبرني، شعار واحد راهو يردد في عدة ولايات. هذا الناس إذن لا يؤمنون بالانتخابات، وبالتالي خرجوا درك هما لصالح من؟ شكون هما اللي راهم حاكمين درك هما درك لما يتحرك الشارع؟ كي يتحرك الشارع لا درك هو سي ويعم. رديت سامح بان انا نوضح لك نقطة، اصبرني يا صاحبي، نوضح لك نقطة. هو الشعب اصبرني وتكلم على روحك. دوك انت يا اله الا الله محمد رسول الله، يا اخويا ما تقدرش تسمعنا ولا؟ استفضل تفضل اسمعني نكمل الوسم نتاعي، الفكره نتاعي، ومن بعد فكرتك تتكلم. هذا الناس درك اللي راهم خرجوا هما لا يؤمنون بالانتخابات، خرجوا للشارع. درك هما لما ايوه يخرجوا فرضا على المستوى الوطني، خرجوا يردوا الشعارات وسيدي، ومن بعد طوروها، من بعد قال مثلا اعتصامات، ومن بعد ورك رايح تدخل نتاع الجيش. تسمى انت راك تهيئ في الارضيه للناس اللي راها تتدخل في الجيش، تهيئ لهم في الارضيه. فيما بعد هذو راهم رايحين يفرضوا الامر الواقع، نحيو بوتفليقه، قال العهده الخامسه نحيو بوتفليقه، انتهى الامر، وقال يديروا هما مجلس والله هذيك، وفيما بعد رايحين يديروا انتخابات ويفوتوا اللي راهم يحوسوا يفوتوا. دونك انت في مرك تخدم ليه هو دوك اللي معاك في الموضوع هذا. دوك اذا كان انت يعني تحوس ان الشعب يحوس على التغيير الحقيقي كما كنت انت تحكي عليه هاك اليامات بالاسس تاعو بالقواعد تاعو بالمنظر تاعو بالمنهج تاع التغيير، هذا بعيد عن كل البعد. باش نتفاهموا في النقطه هذه انه قضيه الشعب باش يغير تغيير ديمقراطي يعني الشعب يعني يكون في مستوى الديمقراطيه، هذا رانا بعيد له كل البعد. وقلت لك راهو له معادلة وله ثمن باهظ. ثاني حاجة الناس راهي عندها احتقان كبير من بوتفليقة وجماعته. الناس كاينة ناس أنا كاينة ناس يعني شفتها بزاف وحكيت معاها أنا، بس كنت ناشط سياسي كنت قبيل حاكم في الأفلان في عهد بن خادم، كنت في حركة تاع الشبيبة وشفت الأمر أنا كيفاش راه مشى وشفت الانقلابات كيفاش وقعت في الأفلان، شفت كيفاش أصحاب الأموال كيفاش دخلت، شفت أصحاب النفوذ كيفاش دخلت. انا كنت مناضل في الافلام. درك الناس اللي عندها احتقان من بوتفليقه وجماعته يعني يروح بوتفليقه ويجيبوا اي واحد، هذا هو المشكل. درك الناس ما عندهاش يعني انا تقول لي انت مثلا عندها صوره تاع التغيير، بعاد على الصوره تاع التغيير، بعاد وبعاد على الديمقراطيه وبعاد على يعني الامور هذه بعدنا عليها كل البعد. الناس اللي عندها احتقان من بوتفليقه روح بوتفليقه وجيبونا اي واحد،
لان الناس راهي قاعده تسوفري. مهما اي واحد رئيس يقول لك اخويا جيبوا لنا علي بن غدير، ولا جيبوا لنا بن فريس، ولا جيبوا لنا مقري، المهم يروح الشخص هذا. الناس راهي عندها احتقان كبير من جهه بوتفليقه. الان الوحده الخامسه بس هما ضد شخصيه بوتفليقه وجماعته، هذه ماهوش ضد انهم شعب حب ديمقراطيه وحابين تغيير وحابين وحابين. يا اخي هذه راهي الشعوب العربيه كل بعدين عليها، بداها من الجزائر، بداها من تونس، جربوا الديمقراطيه هم تشوف فيهم عادوا ياكلوا في الحشيش. عندنا قضيه التغيير والديمقراطيه سي نوردين، رانا بعاد عليها كل البعد. هذه الفكره تاعك انت اللي قاعد توصلها انت للشعب الجزائري مازال بعدين عليها. علاش؟ لان حتى دوك تشوف المثقفين في الجزائر، سواء من طلبه سواء من اساتذه سواء من محامين، صدقني تلقاه ماهوش يعني الشخص اللي يعني اللي يمارس الديمقراطيه ويمارس التغيير. ما كانش الامر هذا، انا بعيد عليه. انت عندك فكره بعيده على الجزائر، الناس عندها احتقان بوتفليقه. يا المروكي ما كانش عهده خامسه، برسك الناس كرهوا من بوتفليقه وشايفين وجابها من بوتفليقه. الاخ الكريم شوف، انا ما رانيش نقول لك باللي هاد الناس ما يغضبوش، انا راني واحد معاهم راني غاضب، ولكن انت درك هاد الناس اللي راهم درك هما خرجوا، الناس اللي راهم درك هما يخدموا، راهم درك هما مجدين ارواحهم مهيكلين ارواحهم ومنظمين ارواحهم، راهم عندهم مكاتب ربما على مجموعه من الولايات، حتى ان الناس راهم في الخارج راهم مأطرين ارواحهم. تسمى انت راك تخدم لهم، هما راهم قاعدين في البيروات. انا فاهمك فهمتني؟ انا فاهمك في النقطة، راك تخدم لهم في النقطة هذه. درك هما هاد الناس كي انت دير الضغط يخرج الشارع، هذا نقولوا مثلا هذا دوك سعيد بوتفليقه ولا الجماعه اللي معاه، يهز الكابه نتاعو ويعطيها، يروح يجيبها في الامارات ولا يروح يجيبها في جنيف ولا هذيك، وهو قاعد. انا فاهمك. القايد صالح راه رايح دوك، هو يدخل مع الجماعه هذو اللي كان راه ما عندوش جماعه، يدخل بالدبابه قادر يدير اي حاجه. من بعد هاد الناس اللي راهم دوك ما عندهم واسمو داخل البوفوار، قادرين هما فيما بعد يتضاربوا بيناتهم والله، ولكن فيما بعد القوه راها راح تمشي، ماشي القوه نتاع الفكره اللي راها راح تمشي نتاع واحد راه خرج لبرا من الشارع، هذاك راهو يخدم قرصون، راهو يخدم قرصون لعند الناس هذو، لانه هذو الناس فاهم اللي راهم عندهم البوفوار. وانا هذا هو الشيء اللي راني منبه ليه. يعني فاهم كنت النقطه تاعك راك صحيح فيها، بصح هي الخرجات هذه راهي شعبيه عفويه، ما عندش حتى منطلق سياسي. هذه مش النقطه اللي نتفاهموا فيها. شعب وشبيبه اكثرها ما يتزوجش من 30 سنه وهبط، وكلها يخرجوا وكل مع يعبر من هما ما يقدروش يحركوا الناس اللي عندهم عقول، وما يروح يحركوا الناس اللي راه ما عنده حتى علاقه بالسياسه. قال له بوتفليقه يا المروكي، قول كذا وقول كذا، والناس تردد. ثم نفس الشعار من بعد، المستهدف شكون هو؟ المستهدف هو بوتفليقه، اذا مش النظام. اكيد مستهدف بوتفليقه. هذا الناس في الاصل اذا هم مش حوسوا على التغيير، هذو راهم يحوسوا على بوتفليقه، حوسوا على بوتفليقه كون هو اللي راهم رايحين يديروه. جاستومو، هذه النقطة اللي قاعد نهضرك فيها بالتحديد. الشعب راه ضد بوتفليقة وجماعته، ماشي ضد النظام التسيير هذا اللي قاعد تمشي عليه البلاد. لأن براسك النظام هذا اللي قاعد نعيشوا فيه تاع الدولة راه من عهد خرج لفرنسا، هي مخلته ليومنا هذا. قضية أنه تقول لي أنا معاك في النقطة أنه الناس خارجة ضد بوتفليقة وجماعته، ماهيش خارجة ضد النظام ولا ضد منهجية تاع الدولة اللي قاعد تعمل به بالشعب. هذه هي خارجية شباب، احتقان عند الشباب عند بوتفليقة، أكثرهم بطالين، أكثرهم دون المأوى. كما اليوم في عنابة خرج من جبانة اليهود، عباك جنابة اليهود واش فيها؟ فيها غلف فيوخوه، ما بيش يعني ناس مثقفين ودكاترة من هنا. يعني هذه راه كاين احتقان من جبانة اليهود اليوم. لا ها اليوم في عنابة جستوم، أنا كنت في عنابة مقلبة جهة مقلبة، نفس الشعارات نفس الشعارات. زيد في بيتنا اليوم، بيتنا زيد قلك فيها تحرك كبير، ممكن كاين الجهات السياسيه قاعده تتحرك فيهم، لا شك في ذلك. فوالا، اما زيد كانت في جيجل خرجوا من الصطاد دخلوا حفظتهم للبوليس. جيجل شفتهم، فوالا جيجل والبرج شفتهم، جيجل البرج شلف وهرن هذو شفتهم.
والبرجة معتقلوا هك طفيل ابراهيم هك الناشط هذاك اللي ديما يبان منه معتقلوه اللي اعتقلوه قبيله شاف برسك هو هك تشوف نتعرف بلي راهي عصابه وان جا نظام حتى نظام باطل ما يضرهمش طفل في عمره 25 سنه هزك تكتب كاتب كاتب براك مش معاه اكثر من 100 واحد راهي ناس عندها احتقان كبير سي نور الدين نو ما هما هز شوف براك كيهزوا، اسمع هما كيهزوا الناس هذوك ما يهزوهمش غير هكذاك برك، هزوهم كاين بعض الناس اللي هزوهم مرات هو يتسمى لما يهزوه مرة ولا زوج ولا يشوفوا إذا كان فيه ضغط يطلقوه، إذا كان ما شافوش فيه ضغط فيه في الحيط يعطيوه بست شهور ولا بعام حبس ولا هذيك ويدخل في الحيط ومشي، إذا كان أكيد شافوا فيه هذا ضغط هو ضغط فيما بعد هما يطلقوه ويطلقوه من بعد يزيدوا يعاودوا يهزوه مرتين 3 مرات 4 مرات 10 مرات يطيحوه يمرض ولا يحكم السكر ولا اسمه، ومن بعد يولي حتى هو يكره، يولي كاين الناس اللي دوك انت مثلا يهزوه مره يمشي معاك مرتين يمشي معاك 3 يمشي معاك من بعد خلاص من بعد يقول لك انا صايخ انا كل مره اليوم هو في البرج داير لايف اكثر من 200 واحد مشي معاه هز بلاكه برك شفته فوالا اكثر شفته من 200 جستوم. ثاني حاجه راهي خرجات اكثرها شعبيه عندهم احتقان من بوتفليقه من جماعته من على بالك نعطيك واحد المعلومه سي نور الدين في عهد بوتفليقه انا كنت في الفلان وشفت الامور ياسر أبسط الأشياء يعني حتى في بلدية تكون مثلا عندك أوراق مثلا في بلدية كون ما تكونش مثلا من حزب فلان كون ما تكونش من حزب فلان ما يخدمهم لكش بلدية لو كان يسيطر عليها لا فلان ما يخدمش الأحزاب الأخرين ما يخدمش في أي حاجة في سكن في ورقة هذه زيادة ولا وفاة ما يخدمكش. هنا في تمس صاريه يعني هنا نهار الوقع الانقلاب كان عندنا الحاج هو انسان مجاهد الحاج رمضان كان هو في عهد بالخادم نهار اللي دار انقلاب عليه وحكمها الجميعي والله جابوا جماعه الفيو جماعه دي مافيا دخلوا بالكلاب ونخ في مقر جبهه التحرير. علاش نقول لك الجو راه تعفن اكثر درجه ما تصورهاش وبالكلمه يجيهم من هنا ضربوا الناس هم وكاين ناس دخلت سبيطارات وما دخل حتى واحد فيهم السجن حتى كونفوكاسيون تروح للمحكمة ما كانش سايبهم من السنترال تليفون مع هذا الجماعة سايبهم ويكون يعني راهو درجة احتقان كبير الدولة راحت عدت عصابات نعم من ليسونسي الأخ ميكانيك طاهر، راهم كاين إخوة آخرين راهم ينتظرون، حاولوا أن نمر لهم الكلمة. شكرا للأخ طاهر. نشوف ترى الأخ هذا ميلود. المهم الإخوة والأخوات حاولوا فقط هو أنه تختصروا الكلام هكذا على جل باش مرات هو أنه نضطر على جل باش نعلق. أنا ماذا بيا لو كان نلقى إنسان يكون متكون ويتحدث يعفيني هو أنا من الكلام، ثم يتكلم ياخذ الكلمة يتكلم 5 دقائق حتى نقدر نزيد له ومن بعد يعني باش نثريو النقاش، لكن مرات تلقى واحد مش فاهم الموضوع والله ذي اي راح اخ ميلود راه عندك مشكلة فهمت تطلبت الإضافة. اخي اخي دبر راسك فهمت، ماكش حاب تشارك انت طلبت الإضافة. شوفوا ترى هذا الأخ اللي يرمز للاسم نتاعو بكادر، الأخ اللي ترمز للاسم نتاعك بكادر للأسف الشديد عندك كان بلوكاج في الخط نتاعك. إخوة شوفوا الإخوة والأخوات، لا شك هو أنه فيه ناس راهم غاضبين على الوضع في الجزائر وأنا واحد منهم، لا شك هو أنه كاين ناس اللي راهم هما يؤمنون بالتغيير، ولكن ما لازمش واحد هو أنه يخدم بيك فهمت، ما لازمش واحد يخدم بيك. درك هما كاينين الناس اللي راهم ما مش يحوزوا على الانتخابات، كاين جهة
اللي هما عارفين باللي الانتخابات ما يديوهاش حتى إذا كانت بالصناديق الشفافة، ما يديوهاش، ما يؤمنوش هما بالانتخابات. هما لازم يخلقوا وضع، لما يخلقوا الوضع هما راهم في أقلية وعندهم الوسائل نتاع الضغط وعندهم وسائل النفوذ، بالتالي هما اللي فيما بعد راهم رايحين يفرضوا الواقع. انت اقعد طبل، اخرج انت، يا احتج وقعد انت بات برا وقعد انت تعذب وقعد انت تسجن من اجل خدمتهم. وكاينين الناس اللي راهم درك هما راهم ماذا بيهم علاج الباشهية كي تتخلط هما يتدخلوا. دوك راهم كاينين جماعة نقولوا مثلا داخل الجيش ولا ذي، ماذا بهم باش تتخلط، باش يتدخلوا، باش يفرضوا الامر الواقع. قال ودي انتم خنتم اللي راكم فرضتوا، انتم اللي هيئتوا الارضيه للدخول، التدخل تاع الجيش. يتدخلوا مو كي يتدخلوا، واش رايحين يدير؟ رايحين يديروا، يستعملوا سياسه الامر الواقع، رايحين يطبقوها عليك. درك هذا الناس اللي ايضا هما راهم يحوسوا على الانتخابات، نفس الشيء راهم درك هما رايحين يديروا الانتخابات على جال باش يفرضوا الامر الواقع. قال ودي انت جيت، انت ترشحت ومنعناك، جيت انت انتخبت مكة وحرصت على الصوت نتاعك، ما كانش رايحين هما، راهم عندهم ناس متوحم. الناس يقول لك باللي وش هو الحل، الحل قلنا لكم لابد من عمل جماعي، رانا قلناها عشرات ومئات المرات وآلاف المرات، قلنا لكم باللي لازم عمل جماعي ولازم تكون تعبئة شاملة. درك هذه التعبئة اللي راها ماشية، راها تمشي التعبئة اللي انت ما تكونش تمشي في المشروع اللي راك تحوس عليه انت، التغيير الحقيقي، رايحة تمشي في الإطار وفي الاتجاه الخاطئ. فهمت؟ اصرخ انت، سب، قول انت يا مانيش عارف انا واش لقيت صالح، قول انت واش حبيت على بوتفليقة، قول واش حبيت على يحيى، على سلال، على عمارة بن يونس، على عمار غول، قول واش حبيت، قول واش حبيت. لكن فيما بعد هما راهم رايحين يفرضوا الامر الواقع سواء بالانتخابات او بالقوه، رايحين يفرضوها. دوك انت اذا كان راك فعلا تؤمن بالتغيير الحقيقي، ما لازمش انت تمهد لهم الارضيه باش تخدمهم ولا تروح تشارك في اللعب نتاعهم. لازم انت، لازم تكون مشاركه جماعيه ويكون هناك مشروع مسبقا، ما تروحش انت لو كنت كي تغير ها ومن بعد انت كرك راح تجري، وقعد لو كنت تجري بالمسيرة راح تدير التغيير، ما تدير والو، التغيير راه مش في المسيرة، المسيرة ولا الانتفاضة راها وسيلة، ولا الإضراب السلمي ولا الانتخابات راها كلها وسائل، حتى الثورة بالسلاح راها وسيلة. لكن التغيير فيما بعد، التغيير فاش؟ التغيير يكون في السلوك مثل ما قلناها عشرات ومئات وآلاف المرات، تغيير في المفاهيم، تغيير في العقليات، تغيير في الأطر، تغيير في التنظيمات، تغيير في النمط نتاع الحياة، في النمط نتاع المعيشة، في النمط نتاع التسيير. هذه المسائل ما راكش حديرها في الطريق، في المسيرة، مسيرة هي أنت تضغط بها، أنت عندك مطالب تبلغها، تضغط من أجل خلق امر واقع، ولكن في نهايه الامر فيما بعد قال لك الاخر الاعتصام هو الحل. واش راح تحكي انت مع ناس كيما هكا يرحم باباك؟ الاعتصام هو الحل، روح جي ثم واقعد حتى ينوض الحشيش في راسك، حشيش، الحشيش ينوض في راسك، ما على بالهمش بيك. لو كان ما يكونوش مجموعه داخل الجيش اللي هما تهيئ لهم الارضيه وفق برنامج وتمشي انت في الاطار السليم، والا راهم رايحين جماعه اخرين هم اللي راهم رايحين يديوا الحكم فيما بعد، انت اللي راك مهدت لهم الارضيه. ما تقوليش فيما بعد ما على باليش، الله يسهل عليكم. المهم انا راني ننصح فيكم والله يسهل على كل واحد. شوفوا ترى هذا الاخ عبد النور يقدر يطلع؟ اي والله العظيم قال له ماشي غير ينوض الحشيش، ترى غير ينوض التبن في راسك. والله العظيم الاخ راك طلبت وراني اضفتك اخ عبد النور، نزيد نعاود نسمح لك المره هذه، المره الثالثه بركي في الحيط.
والله يطلب لك واحد الإضافة من بعد أنت تطلعه هو وياه. المهم يبدو وقيل هو أنه الصوت ما راهوش يلحق مثمثم من خلال البث، ربما يكون فيه كاين شوية نتاع روتار. أيوة الأخ سليم، يا رانا قلنا الأخ عمار، يا رانا قلنا عشرات ومئات المرات. والله العربي للأسف الشديد الآخرني دخلتك، الله يسهل عليك. شوف ترى، شوف ترى هذا الأخ سليم، السلام عليكم. وعليكم السلام أخويا سليم، كنت تهضر أنت صاحبي. ايه كنت آه حاب ارد على الاخ فيما يخص الاعتصام. اعتصام ما هوش حل، هادي شنو والعزوف على انت حين اسمع، والعزوف شوف الاعتصام هذا، روح دير الشاورما ثما، فهمت؟ دير الشاورما ودير الكلاص وجي ثما، دير لي طون ثما وقعد. اقعد صح شحال راح ماك. تقعد؟ تقعد 6 شهور عام، تبرد وما تبردش، ترقد ولا ما ترقدش، تروح لي طوالات ولا ما تروحش، شحال شحال هذاك الاعتصام انت راك رايح تقعد. فيما بعد، بعد الاعتصام هذاك شحال راح تقعد؟ شهر، اقعد شهر. من بعد هما لازم الاعتصام هذاك يفكوه، يفكوه اولا بالغازات المسيله للدموع، ومن بعد بالرصاص المطاطي، ومن صح بعد كيف بالسلاح، ومن بعد بحظر التجول، ومن بعد باسكو ما راكش راح انت راك في دوله ديمقراطيه. قال مثلا انت راك في لاسويس، ولا راك انت في فرنسا، ولا في امريكان، ولا قال لما انت راك راح انت دير اعتصام، ولا راهم رايحين يسمعوا لك. هما راهم رايحين يفوتوا المرشح نتاعهم، انت تخبط راسك في الحيط لو كان ما تكونش عندك قوة حقيقية. والقوة هذيك قوة نتاع سلاح مسنودة بشعب، فهمت؟ قوة نتاع سلاح مسنودة بشعب، مسنودة بإعلام، ومسنودة بالمال. التغيير ما راكش راح تديره غير كون كان راك تضيع في وقتك. هذيك انت اخرج، روح جي انت في اعتصام، والله كاين يا جماعه يقول لك جي في دارك وطبطب طبطب على روحك، دير الزرنة، دير السنتيتيزر واضرب. والله ما لي بالهم فيك. صح. لكن الحل وين؟ الحل وين؟ العزوف على الانتخاب ماهوش حل، الاعتصام ماهوش حل، العسكر باش يتدخل ماهوش حل. قلنا لهم شوف، ما جيت لو كان داروا على ما الهضره نتاعي قلتها لهم، عندها 10 سنين، 10 سنين راهم، ولا اكثر من 10 سنين. قلت لهم شوفوا، راه نعلم مجموعة من المرشحين، مجموعة ماشي واحد، مجموعة من المرشحين اللي يفوتوا في المجلس الدستوري، لأنك لما أنت تراهن على واحد قادرين هم في المجلس الدستوري يغلقوا له الطريق. تما قلت أنت لي ممثل، ممثل الشعب، تما مرشح لازم يكون ممثل. مجموعة من المرشحين، ما. قال مثلا تو الار سي دي قدموا واحد، أفاس يقدموا واحد، انت النهضة يقدموا واحد، انت حمص يقدموا واحد، حماس واحد من الوطنيين، واحد من الإسلاميين، واحد من الجماعة نتاع الشوية، واحد من الجماعة نتاع بني مزارب، واحد من الجماعة نتاع الصحراء، واحد من الغرب، واحد من الشرق، واحد من الوسط. أراهن على مجموعة من المرشحين قصد، أولا تجنيد وتعبئة الناس لما يتقدموا مجموعة من المرشحين. انت راك راح تعطي الفرصه، لانه كاين الناس عندها طموحات. دونك انت قال مثلا صح انت حزب سياسي عنده برنامج، عنده مناضلين، لما تقول له انت ما تترشحش جيب له انت مرشح توافقي، يقول لك انا راح تلعب بالاراء. لكن لما انت صح صح تراهن على مجموعه من المرشحين، ومن بعد لما هم يفوتوا في المجلس الدستوري يصيروا نقولوا مثلا 5 ولا 6، تحدوا لك سيس ديجا خلاص، راه متحدوا لك المجموعه نتاع المرشحين ضد المرشح نتاع السلطة الحاكمة. هذه المجموعة يخدموا مع بعضهم، يخدموا وفق مشروع وفق برنامج. هذه رانا منذ سنوات نحكي فيها. من بعد هما لما يخدموا مع بعضهم يهيئوا الشعب كامل من خلال استعمال الوسائل نتاع الإعلام الرسمية بما فيها هذه التلفزة الوطنية والصحف وكذا، صح. الداخل في الخارج، القنصليات وكذا، الشارع، تعبئة شاملة، المراقبة على مستوى 48 ولاية. راك انت تتحرك في الشارع، تحرك في الشارع في يوم الانتخاب، تكون اولا مهيئ روحك للانتفاضة وللانقلاب.
صح صح جماعة صح داخل الجيش في حالة ما قال مثلا يحدث تزوير، الجماعة أيضا في الشعب في حالة التزوير، تكون أنت مهيئ روحك لردة الفعل، تبدأ أولا بإضراب، قال مثلا راهو يوم الانتخابات إضراب فيه الانتخاب ولكن حاجة ما تبوجي. من بعد قال يوم الانتخاب بعد بعد الوسمو الناس الكل في وقت الفرز، الناس الشعب برا، الشعب يخرج برا، تصب المطر، يصبوا الكلاب، يصبوا القطوط، يصبوا الحجر، تخرج لبرا، الناس الكل برا، من أجل فرض لكن الإرادة الشعبية في البلدية في الولاية، الناس كلها برا، الوزارة الشعب كله برا، فهمت؟ خلي حاصرهم شعبيا، ومن بعد هذا الناس اللي راهم داخل الجيش لو كان يتحرك القايد صالح يروح يهزوه كي القط، يهزوه يهزوه ويديوه، فهمت؟ اوكي لكن انت لما انت تروح تراني على واحد واحد وهذاك ما عندوش قاعدة شعبية، ها ودرك انت روح انت درك جيب لي انت هذاك تفاهموا في جماعة، قال دير بن فليس، ومن بعد ما عندكش قاعدة شعبية، روح صح امشي صح للحيط. صح 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 انا بغيت نفهم باللي يكون الاعتصام معاه يحمي الجيش يحمي الشعب كما تركيا. كاين اعتصام، اعتصام الناس جربته في وقت الجبهة الإسلامية بالمصاحف وبالقنادر، وشوفوا وين رانا، صح. فهمت؟ التجارب هذيك اللي داروها كامل ما تمشيش، الحاجة الوحيدة اللي تصلح هذه هي عمل جماعي، الناس تخدم مع بعضها، انا تخدم مع بعضها انا انا وتكون نشوف مشروع. الحل، الحل في الاعتصام فاشل، ما هو بالاعتصام فاشل ما هوش، لانه الجيش ما يحميش الناس اللي المسيرة هذه وين تبان؟ هذه مع المسيرة تاع الجبهة الإسلامية، وين تبان وين تبان وين تبان؟ البرج برك، صح هذا صح قال لك مع 200 واحد في البرج، أنا حضرت المسيرة في 90 وفي في 91 فيها أكثر من 200 ألف، البرج برك، البرج كامل برا، جاي الناس من ولايات واحدة أخرى، من سطيف، من بجاية، من البويرة، من الجزائر، من الشعب كل برا، تجمع والله تجمع مشكلة. تجمع في الصطاد نتاع البرج، في الصطاد طرق مسكرة، قالوا جيب لك زوج 200، قال لك وزير التغيير، يا ودي ما المهم كانش الناس ما راهيش ما هيش فاهم النظام، وما هيش فاهم هذه المسائل تاع التغيير، وبالتالي لازم لها خدمة طويلة، فهمت؟ الله غالب احنا ما خدمة عندناش طويلة، بروجرام برنامج. صح. والمعارضة ما عندهاش مرشح واحد. صح، ما يقدروش، كل واحد يحوس هو الزعيم، ما يقدروش كل واحد. يستفيدوا. صح. اوكي، بارك الله فيك. الله يبارك فيك، شكرا للأخ أخ عبد اللطيف، شوفوا ترى هذا ياسين ولاد نيلة، تحية خويا لولاد نيل، دير اسمع ديروا اعتصام، روحوا جيبوا واسمع جيبوا الزهوانية والشابة يمينة، ها تفضل الأخ ياسين. أو يدخلوا على أرواحهم من الأخ فركوس، كاين اللي في لي توكس ما تخمش. أقول السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله، كيف مرحبا بك كيراك؟ الأخ، الله يبارك فيك، الاسم نتاعكم من راك تكلم فينا، ومرحبا بك. عبد القادر من وهران. مرحبا بك الأخ عبد القادر، لاباس صغير. الحمد لله، واش تقولنا بين الأخ عبد سقسيك القادر؟ الحلول تاع دروك تاع الواقع اللي رانا عايشينه، شوالا خلينا نكون كل واحد يرشح كما قلت انت اسلاميين، وكاع كل واحد يرشح دروك، هادو ما راناش مرشحين، الحل تاع الواقع اللي رانا فيه شوالا وين غادي نوصل؟ الحل الآن بالوضع هذا اللي الآن راه موجود هو
في ظل هو أن راهم رايحين يفرضوا سياسة الأمر الواقع، تقدر تتفق الناس حول المقاطعة، مقاطعة شاملة على مستوى الوطني، وتجعل من يوم الانتخاب يوم للتغيير. أما هو أنك تروح تمشي مع مرشح يطلعوا لكم واحد من الناس اللي راهم يحوسوا عليه، أنت بوتفليقة ولا بوتفليقة بيس؟ نعم الناس هما اللي راهم اليوم شاور راهم. خلينا بوتفليقه دروك هما على بالهم غادي يكون يطلعوا بوتفليقه، تسمى كاين مخاطر غادي يكون يطلع بوتفليقه. وراس كار طالع هو والله مرشح ما على بالهم، ويحرقوا نص الشعب يحرقوه، والله لا على بالهم، فهمت؟ والله ما على بالهم. تخرج لي لقيت صالح معاه طاي طاي، وقال له خايفين. شو من خايفين؟ لو كان جاو خايفين لو كان ما تقدموش خلاص، وما امكانو يديروا له في الميزاجور في لاسويس ولا هذيك، ما هبطوه دركا وبالسلامه بالعافيه. دوك تشوفوا بين ايام تشوفوا في هاو يدشن في المجلس في الجامع، وبالسلامه بالعافيه تربح، فهمت؟ قال هاو هذا اللي قلتو بوتفليقه، هاو مات، هاو جا دشن الجامع ويزيد كشمام مشروع واحد اخر، وقال لكم تشوفوا فيه احنا ما كذبناش عليكم، قال رانا وش اسمه راهو مريض وما كان والو، رانا نحوسوا على التغيير وراهو كاين فيها، ويعدوا ناس ويمشيوا معهم وبسلامه بالعافيه، ويديوها حتى شعبيا، لانه الناس اللي راهم دوك هما غير مأمنين بالتغيير، راه هذوك الاغلبيه ماشي راح تنتخب، بالتالي اللي راهم رايحين دوك هما يترشحوا، هما لما يترشحوا راهم رايحين يشاركوا في الانتخابات، ولما راهم رايحين يشاركوا في الانتخابات ما الشعب ما راهوش راح يمشي معاهم، رايحين يتحركوا معاهم ناس، ولكن الشعب ما راهوش راح يتحرك معاهم، الشعب الاغلبيه مقاطعه. بالتالي هما درك راه عندهم الاحزاب تاعهم، عندهم الفلان، عندهم الارندي، وعندهم الاتحاد العام تاع العمال الجزائريين، عندهم تاع التجار تاع الفلاحين، المنظمات تاعهم والهيئات تاعهم هذيك، ورايحين هما درك انت في ظل المقاطعه، هما اللي راهم رايحين يفوتوا. ومن بعد هما راهم يرشحوا لك بن فليس، ويرشحوا لك مقري، راه راح يدي اصوات، وبن فليس راه راح يدي اصوات، والاخر هذاك بالعيد راح يدي اصوات، ويزيدوا معاه من الويزه حنون ولا اسمه يدي تدي اصوات. من بعد هذوك راهم راحين يخرجوا لك هما، تحضر انت في الصندوق تاع الانتخابات، يخرج لك بوتفليقه. ايش انا سيوري ثم خدمه عشواطين هذه هي. ثم الشعب لا سبب، كان حل واحد، ثم لق الشعب يتفق على مرشح واحد كما كيدعموا كاع باسمه. المرشحين هذو اللي راهم قدموهم هذو موش تاع تغيير درك الان، اذا كان الناس تعمل من اجل المقاطعه، وتكون مقاطعه شامله، وتتحرك الناس تحرك حقيقي من اجل التغيير، فهمت؟ وفق قال الخطوات عريضة نتاع مشروع، تلتقي الناس في لقاء مثل ما كنا نقولوا، لقاء في الداخل وفي الخارج، وتمشي الناس نحو التغيير. أما هو أنه هاد الناس اللي راهم رايحين للانتخابات راك رايح تكرس الأمر الواقع، من بعد الشعب بعد الانتخابات راه رايح يزيد يصاب باليأس وبالإحباط، فيما بعد تصرى فيها عمليات. هاد الناس درك راهم قادرين درك هما يستعملوا أي شيء، الشباب راهو قانط، الشباب راهو يحوس على التغيير. دوك تبدا تحمل حاله شويه في افريل ولا هذيك، تبدا الناس تبدا تمشي بالدوميموش، اروح انت وحبسهم. صح اللي فاهمك. تما اللي راهم في السلطه دروك نجمو يتحملوا العواقب باش يطلعوا، زعما نجمو يطلعوا بتفليقه ويتحملوا كيما نقولوا اش غادي يصرا نورمال. ايوه هما ما يهمهمش بلي يا ودي والله العظيم غاسعد تحس روحك بلي ماكش يا بوتفليقة. قلنا لكم هما في نفوسهم راهم مقتنعين به باللي راهو ميت، تفهموا العربية ولا ما تفهموش؟ هما راه ما عندهمش الخيار. هما دوك لو كانوا نقولوا مثلا اكزامبل، مثلا دوك لو كان قدموا مثلا عمار غول، مثلا هذا المجموعة اللي راهم دوك مع بوتفليقة، مثلا لو كان قدموا عمار غول ما راهوش رايح ينافس ناس اخرين. هما دوك بوتفليقه راهم يستعملوا في اسمه، يستعملوا فيه، عارفين باللي دوك لما يقولوا الناس قال بوتفليقه هو اللي دار لكم المصالحه
وبوتفليقه هو اللي جاب لكم السلم، وبوتفليقه هو اللي جاب لكم الكاطو، وبوتفليقه هو اللي جاب لكم الماء، وبوتفليقه هو اللي جاب لكم فهمتني؟ واني نعاني فاهمك. يستعملوا فيه، وهذا الناس اللي راهم رايحين هما ينافسوه ما يقدروش. تدرك انا هاني معارض للنظام ونحوس على تغيير حقيقي، لو كان تخيرني انت يا بين بوتفليقه راهو رايح يموت ونكاس، رايح نقول لك انا يفوت بوتفليقه. ماشي حب فيه، بوتفليقه ماشي حب فيه ولا حب في النظام، وانما هذا ما نثقش فيه، لانه ما هو لا نتاع دوله ولا نتاع مؤسسات ولا نتاع تغيير، هذا راه وراء ناس راه تحرك فيه، فهمت؟ فالشعب الشعب ما راهش يحوس ينزع، هذه تاع السلطه تسمى راه يحوس على اي واحد يطلع، المهم ماشي بوتفليقه، المهم ماشي في بوتفليقه خش صاي فهمني، راه المهم يطلع واحد اخر فهمني، ثم تروح هذيك الحاجه في السلطه. أنا دائما يقولها دائما نقولها ونردد هذاك المقوله، يقولها في الجزائر يقول لك سكران يعرف باب دارو، فهمت؟ باش يجي انا واحد سكران يستعملني، ايه باش يجي واحد يستعملني انا يوصل على ظهري للسلطه، والله يستعملني على جال باش هو يخرب البلاد، ما يستعملنيش والله مهما كان. ماهيش قضيه نتاع كبير ولا صغير ولا قضيه، قضية نتاع مصلحة نتاع البلاد، أنا نشوف المصلحة نتاع البلاد وراها، شوف مصلحة نتاع البلاد. هذو دوك شوف نقول لك، قلتها ونعاود نكررها، بوتفليقة انتهى، هذا الناس اللي راهم درك هما مراهنين على جال باش يفوتوه، بالعكس قادر يحصل التغيير بتمرير بوتفليقة. لماذا؟ لأنه الناس درك خلاص راهم عارفين باللي بوتفليقه انتهى، وهو راهو رايح فيما بعد في اي لحظه يموت، ما راهوش راح يقعد يزيد يفوت موندا خمسه هذيك تاع واسمو ساكيام موندا، ما راهوش راح يفوتها، هو فقط راهم رايحين يفوتوا المرحله من اجل على جال باش تسمح لهم باش يعاودوا يرتبوا الامور، ولكن رايحين هما تفرض عليهم بعض الاشياء، بعض التنازلات. لكن لو كان يفوت لك واحد كيما هذا غديري هذا، تأكد باللي 50 سنة واحدة أخرى ما زيش تحكي على التغيير. هو يوعدك، باللي راه راح يدير ديمقراطية وراه يدير مانيش عارف، هذا السيد هذا اللي راهو دركا مازال ما حطش رجله في السلطة، وراهو يتكلم فيه كلام نتاع واحد أكثر من فرعون. راني فاهمك. ثم شو قلنا الحلول؟ الحلول تاع اللي راهم في السلطه يزيدوا يطلعوا بوتفليقه كيما هاك، اكيد هذا راح يفوتوه، هذه ما غادي يفوتوه، تاع حلول، هذه قضيه تاع امر واقع، هذه مش تاع حلول. حلول رانا قلنا من انه لازم يكون تغيير حقيقي، ولازم يكون عمل جماعي، التحرك بالسيرك والتحرك بالبهلوانية والتحرك هكذاك الكوش دروات واسمو راهو يخدم فيهم، هذا هو الكلام تاعنا اللي رانا نقولوا فيه. ثم الجماعة هذو اللي راهم ينابوا في البلاد غادي يطلعوا بوتفليقة، وغادي الشعب يرضى بهذا، خاش علاه ما تنظمش الأولى كيما هاك؟ شك ذاك الشعب راهو درك هو متذمر، شعب راهو كاره، ولكن في نفس الوقت راهو شعب خايف، خايف مش حب، هو انه تعود ترجع الامور كما كانت في التسعينات، خطر الشعب خايف من الموت، خايف من القتيل، خايف من ذيك، يرضى لك هو بوتفليقه وما يرضالكش هو انه تصير الجزائر كما راها ليبيا وراها سوريا وراها، فهمت؟ اغلبيه الناس هكذاك يقول لك انا خويا راه السلطه الله يسهل عليهم، خلي يديوها انا واش دخلني فيها، الله يسهل، المهم يكون لهنا في البلاد مواطن، تروح تلقاه كاين دوك هذو اللي راهم يحوسوا راهم يتحركوا، هذو كاين منهم اللي راه هو يتحرك فعلا راهو يحوس على اجل تغيير واسمو، ولكن ترك مرات تخدم، فهمت؟ نيشان ونيشان بارك الله فيك. درك اكزومبل درك مثلا تلقى مثلا زوج راهم مدابزين، فهمت؟ زوج راهم مدابزين وواحد راهو يحرش بيناتهم،
يحرش بيناتهم، لما يجي يطيح واحد منهم يجي هو يتكى فيهم في زوج، يعطيهم في زوج ويروح. هذي صار في مغرى صارية. هذه هي مرة ما كانش حاجة، ما دروك، ما تقريبا ما كانش حل للشعب. الشعب الحل سمى من كان، على الحل روحها كان من لازم دروك، الناس، بس لازم تكون منظمة وتكون الناس واعية. هذا هو، لما تكون الناس منظمة وتكون الناس واعية عارفة واش راح تدير، فيما بعد التغيير يجي تحصيل الحاصل. عام فهمت انت؟ دوك كي تسمى تروح انت تجيب لي، راه دوك عندك دوك مثلا انت حاب تبني فيلا، فهمت؟ حاب تبني فيلا وراه عندك لا فيراي، عندك لا فيراي وعندك البريك وعندك السيما وعندك الماء وعندك كل الوسائل اللي تقدر انت تبني بها، ولكن الماسو هذاك راسو فارغ. واش راح يدير لك؟ رايح يبني 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 يطلع والحيط يطيح، يبني 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 يطلع والحيط يطيح، وتبقى انت مستمر هكذاك. لكن لما تطيح في انسان خبير ويفهم الامور يهندس لك فيلا كما ينبغي ويطلعها لك بلا بيسين ويرقمها لك برقيم كفاه، فهمتني المسألة وراها؟ هذه هي التغيير، راني نفس فاهم. الشيء. ما تقدرش انت تغير بواحد راسهم كودي. راني فاهمك. كيما راني نشوف انا، كيما غاني مهدي، غاني مهدي راه عنده كيما نقولو تاني شعبية، زعما شتا في صيف ولا يهدر بزاف معاه، بزاف بالك واحد 3000 ولا 4000. عندك شعبية والله، واسمه حتى الزهوانية ثاني عندها شعبية، الشاب مامي ثاني عنده شعبية، فهمت؟ اي فاهمك. ايه، الزهوانية عنده شعبية، الشاب خال ثاني عنده شعبية. زيد شكون الآخر؟ كاين اي كيف كيف بزاف ناس عندهم شعبية، فهمت؟ حنا سكر عنده شعبية، زهوانية ثاني قادرين دوك غدوة يقولوا لها ديري حفلة في 5 جويي الدنيا تقلبها. اي فاهمك. عيطوا للشاب مامي الدنيا قلبها، الناس تجري تصور معاه، لا لا الشاب مامي والجزائر والجزائر وفوت. واش راني نحكي لك؟ يا هي إما ساعة هو أنك تدير تغيير بناس اللي راهم فاهمين النظام وفاهمين اللعب، وإما أنك راك تخدم فيهم. هذا غاني مهدي والنكاز راهم يخدموا في بن فليس، راهم نعم. يخدموا في علي غديري، والأيام تثبت لك ما أقول. راه ما بقاش بزاف الوقت، نعم. فهمت؟ ثم دروك كما انا مواطن، ما نتوقع والو، زعما ما نتوقعش حاجه زعما غادي تجي في هذه الانتخابات، ولا زعما حاجه شوف، مليحه غادي تصرا، ولا ما كان والو، قلت لك لو ان اما شاء انه الله. يكون تغيير حقيقي والله الجزائر داخله في الحيط. هذا رانا هضرناها عندنا سنوات حنا نردوا فيها. انا نشوف فيها بلاد داخله في الحيط وغادي تدخل في الحيط. ربي ربي يسهلها على خير. شكرا للاخ، حمدك راه سير. ربي يبارك. المره ترى الاخوه اخرين، لعله شوف ترى هذا الاخ، اخ عمار، شوفوا ترى عمار بالك العود يقدر يطلع. ومن بعد نجيو لك الاخ محمد اللي ترمز للاسم نتاعك. اه صح، كاين من الرفكه ثاني عنده شعبيه. اخ عمار مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. راك استاذ لاباس؟ والله لاباس الحمد لله. ما عندكمش فونصاب اليوم ولا؟ لا ما كانش الحمد لله. ايوا واش راك لاباس؟ والله ان شاء الله لاباس. واش راه من الناس بسكره؟ والله ان شاء الله لاباس الحمد لله، وانما ناس بسكره راهم كيفهم كيف جميع ولايات الوطن، راهي الناس كل راح تموت بالغنطه وطلع الدم. كاينه، ربي يكون خير ان شاء الله. ناس مثقفه والله، اصحاب محلات ولا تجار ولا مواطنين عاديين، يعني في كم من منطقه هكا انا نتنقل يوميا في القهوه، والله في ناس ما تعرفهمش اللي يتكلم معايا يقول لك رانا راح نطرطق وخلاص. صحيح، وانما نتفاهم. في الملاحظه
انا الشيء اللي راني نشوف فيه على حسب نظرتي البسيطه، لحد الساعه احنا مازلنا في لعبه نظام. الشيء الاحداث اللي عندها علاقه بالانتخابات هذه تاع 13 افريل وهذو المترشحين وكل الاحداث اللي رانا نشوفوا فيها، انا في رايي من هذه اكل شغل النظام هو اللي راهو يحرك فيها. نعم، مش بالضروره، مش بالضروره، نظام فارض امر واقع، مش بالضروره هو يحرك. نظام فارض امر واقع. شوف نعطيك مثال، نعطيك مثال. قال جاب الله مثلا، جاب الله مش راح يترشح. جاب الله قال مثلا نكايه في فلان يروح يمشي مع علان. هو مش بالضروره وانما كامر. للاسف الشديد الاخ عمار يبدو انه الخط راه ضعيف. المهم الاخوه اللي راكم موجودين في الخارج، لا سيما الاخوه اللي في كندا وفي امريكا وفي فرنسا وفي الخارج بصفه عامه، خاصه من الناس اللي عندكم الانترنت يعني قاويه احسن، لانه الاخوه اللي راهم موجودين في الجزائر راهم بالمرصاد، يعني راهم بالمرصاد ليهم. سمع لو كان يجي واحد هو دوك مثلا يحب يطلع، والله انترنت عنده ضعيفه. الاخ اللي ترمز للاسم نتاعك بحدادين، راهو عندك ان بلوكاج في الخط نتاعك. اذا راك تستعمل في الكمبيوتر راك ما تقدرش تطلع، لازم تكون تستعمل الهاتف النقال. فهمت الاخ الكريم؟ استعمل الهاتف النقال وشغل واسمه البوتون هذيك على جل باش تقدر تطلع. زيد ترناود خمر بلاك لا ان شاء الله يا هدى فرعون، خلينا عمار يهضر. اهلا. نكمل الفكره نتاعي. النظام هذا تفضل. تسمع فيا؟ راه عندك تشويش، استعمل الكتمان هذوك باش تسمعك مليح باش ما يتعاودش الصوت. هم الاولاد. او لازمك تشوف اسمه، لازمك تشوف هدى فرعون تعطيك هذا. الاخ عمار تفضل. فهمت استاذ. صح ضد العهده الخامسه، ولكن للاسف ثاني احنا لما نقولوا ضد العهده الخامسه ماناش مع الكلون هذا اللي راهم يديروا فيه. واحد مترشح يدير فيه. انا كل يوم راهو في ولايه مضربوني، يوم داروا لي يوم فعلوا لي. وهذا المرشح غديري من العدم، احنا واحد ما كان يسمع به من العدم، اليوم راهو يحكوا عليه ما تحركش لحتى ولايه، راهو جمل فايت 100,000 توقيع. هذا وراه ناس كانوا ربما وراه ناس كانوا في النظام، عندهم ناس ربما هو خطه النظام. لا عندهم الاداره، عندهم الاداره في يديهم يا رجل، عنده اداره، عندهم ناس، عندهم البلديات، عندهم هما مثل ما كنا نقولوا باللي هذه الدوله العميقه، عندهم ناس في الوزارات، في المديريات، في البلديات، في الولايات، عندهم هما دوك مثلا القوائم تاع الانتخابات، يجيبوا له مثلا قائمه تاع الانتخابات، يروحوا هما ما تشوفهمش انت اصلا، يروحوا يدي القائمه تاع الانتخابات بالعناوين بالاسماء بكذا، الناس يخدموا معاهم وكذا، يديهم هما. قال مثلا الواحد محضر قضائي ولا موثق والله قال يزيهم له ثم بسلم بالعافيه، ما تشوفهم ماشي كيما راهم يديروا في السيرك برا. ولكن المرور نتاعو عبر المجلس الدستوري غير مضمون لحد الساعه، قادرين هم في اي لحظه يمنعوه. والعيب، كل العيب يعني بكل صراحه استاذ، العيب على النخبه. النخبه اللي عند المواطن، النخبة راهي يظلوا يكتبوا في فيسبوك
اللي عندهم مصداقيه يظلوا يكتبوا فيسبوك، وانما لازمهم يابروا الشعب هذا. الشعب هذا راه طلق، الشعب هذا راه طلع له الدم، الشعب هذا راه عاد عنده السكر. واش تاثر الاخ عمار رايح وتراك في مكاني انا، واش تدير واش تدير؟ النخبه هذه لازمها تجتمع، لازمها تجتمع. اذا كان راهم يحبوا الجزائر اسيدي يجمعوا، اسيدي 22 ما مش قادرين نجملوا هنا 20 20. قداش كان عندنا المليون في جزائري في 54 جملت منهم 22 اسيدي. احنا واش تقترح هذو الناس اللي راك تثق فيهم انت في الخارج؟ اعطيني اسماء في الخارج او الداخل. اعطيني اسماء، انا عاني من الوسمو المباشر نوعدك باش نتصل بهم. مثلا كما الاخ حفيظ دراجي، مثلا كما الاخ نور الدين خبابه، نخبه. كاين سعد بوعقبه، داخل ومن الخارج، نخبة تأطر الشعب ويديروا برنامج ويديروا خطة، ويديروا خطة سلمية. أنا راني ضد المسيرات أستاذ، المسيرات رانا جربناها في التسعينات وراي خربت البلاد، ورام هادو اللي حوسوا الشيء اللي حوسوا عليه الجماعة. أنا هما شوفوا نقول لك كاين الناس اللي ما على بالهمش بالتغيير أصلا، وراه فاهم باللي ذوك يقول لك باللي انا نخرج سلميا. ايه انا راني نقول لك سلميا، ايه راني معاك. وعلى الناس اللي راهم خرجوا في ليبيا خرجوا بالكلاش خرجوا سلميا، والناس اللي في سوريا خرجوا سلميا، والناس اللي خرجوا في اليمن. ما شفتش اليمن؟ اليمن شفتوا ولا ما شفتوش؟ خرجوا سلميا، وكانوا الناس يقولوا باللي شوفوا سبحان الله اليمن رغم انهم فيهم كذا وفيهم طوائف وفيهم كذا والناس مسلحه وكذا، راكم تشوفوا السلميه كيف راه. وانا نقول لهم يا ودي لانه بليس، يا ولي لانه بليس راه على الطرف قلت راه واحد ما يسلكها. والجماعه قال لك يا ودي انت يا برك هكذاك برك من تشوف ذوك الشيء قدام عينيك. للاسف الشديد الاخ عمار خرج، الاخ اللي راك ترمز للاسم نتاعك بحدادين راهو عندك نفس الاشكال. شوفوا ترى هذا الاخ اللي يرمز للاسم نتاعو اكسل نفس الشيء، اللي ترمز للاسم نتاعك باكسل اعتقد هو المره هذه، ولك تطلع ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا، مساء الخير. اهلا، الاسم نتاعكم مرة تكلم هنا ومرحبا بك في الموضوع. انا اتكلم اكسل من المانيا. مرحبا بك. الله يسلم. الله يسلمك. يا اخي لك الغديري لا نكاز لا اك فاهم، وانما قلت لك انا ماني مع الغديري ني مع نكاز ني مع حتى واحد. اوكي انا سمعت السياسه طبعا. المتعفنه اللي وصلنا لها صاروا عباد، مثلا ما نقدرش نقول كيما نكاز ولا يعني، صار استغلوا الوضع، كاين ناس استغلوا الفراغ السياسي تاع المعارضه اللي ما ادتش الدور، داروا شويه تهريج وصلوا باسكو ما كاش معارضه، لقاو السياحه فارغه اوتوماتيك، اي واحد يجي يدير البوز ويتشهر وراك فاهم. انسان لازم يتبع، يتبع واحد عنده لاباز عنده القاعده صح راك فاهم. دوك اذا عاد دوك رشيد نكاز وما على بالي حكايته كيفاش، والغديري او باين باللي انسان اللي قداوه، باسكو انا ما عنديش يعني مستوى كذا وكذا، مي انا كشت الخطاب ماشي ما يقنعش نهائيا يا اخي، ما كاش مستوى. انسان عقون عقون ما يعرفش يهضر براسه، ايه ما في الروس ولا قرا في هذيك اون، بصح هذه سياسه، السياسه تحب واحد اللي هضار، واحد اللي انتيليجون راك فاهم. ما كاع اللي قرا ينجح، ماشي قال اللي قرا ينجح في الرئاسه، باسكو هذه راهي رئاسه راهي سياسه. هنا تفهم باللي هذا الناس جابوه حطوه يمشيو فيه، هو اوتوماتيك، هو كما يقولوا فهمت، براس طبع غير براسو والناس يطبع فيه، باين هذه باسكو قلت لك الهضره ما يعرفش يهضر. وانما وراه الحل، الحل في مين؟ الحزب في الحزب كما تاع حماس. حماس انا نعرفو حزب قديم وعنده الحزب تاعو قاعد دي كادرو اطارات يعني، حتى وغدوة مغدوة ما خلوش يفوت. خلينا على بالي مصح نفهمك يعني. أنا بالنسبة لي على أنا ماشي ما نحكمش بالعاطفة، بس كل شعب تاعنا كلاته العاطفة، سي بور سا راه بقينا للدرني للدرني
راك فاهم، وراك تشوف دوك الناس تخرج للشارع بالعاطفه، راه او يدي بلا شيء بال 5000 6000 يخرج على خاطر عاطفه، راك فاهم. نعم حماس هذا حزب قديم، وقلنا خلينا تبدل، كان حنا حوضك جاء هذا مقري كاع باعوا رواحتهم. بصح كون نوليو الاصل يعني حزب كيما حماس هذا، لو تشوف لي كادر تاعو عنده بزاف دي كادر، وكاع قاريين الناس، ما عندوش يتسمى الجهاله تاع فلان، كاع قاريين وكاع كذا وكاع الناس واصلين يعني، فهمت هذا يعني. حتى وغدوه يحكمها عنده لي كادر. بصح المشكل دوك وين كيفاش نديرو حنا، باش شكون اللي تشوفو انت يا اخويا الاخ نور الدين خبابه، عندي واحد العامل نتبع فيك في اليوتيوب، شكون اللي تشوفو يعني يقدر ينحي هذه العصابه، هذه العصابه اللي حصلنا فيها، العصابه اللي خلى لها لنا بومدين في اللي خلى لها لنا هذه كلها عصابه، بداها بومدين من 62 63 بداها بومدين، راك فاهم. لا بروف هذا هذا بوض هذا اسمه هذا بوتفليقه هذا كان كان مع بو. المهم حصلنا تاع بومدين هذه ما حبش تخرط، تسمى مازالنا حاصلين في هذا، ما عندها حتى علاقه بومدين هذا. شوف نقول لك هذا لو كان حضر له بومدين لو كان ذبحه على ركبته يا خويا الحل. بصح هو اللي خلى لنا هذا ما خلاه هو فهمت، هو هو استعمله استعمله في وقت من الأوقات، استعملوه على بالي بلي استعملوه، ومن بعد بعد ناس جاوا من وراه كانوا يعتقدوا من انه هذا راهو بوم ديني، فهمتوا، وهو وصل البلاد لهذا المستوى. هو الحل استغل الكريم الحل، شوف الحل الاخ الكريم، الحل هو انا راني منذ سنوات وانا النادي، الحل هو انه يبدا بمؤتمر في الداخل وفي الخارج، تناقش الناس خطوط عريضة نتاع مشروع مجتمع، لأنك أنت بعد ما راك راح تدير التغيير فيما بعد، أنت مش هي الدولة اللي راك راح تديرها، النظام اللي راك راح تديره، يا هل ترى برلماني، يا هل ترى رئاسي، يا هل ترى تدير دستور توافقي إلى غير ذلك، بعد تغيير النظام من بعد الوسيلة تتناقش عليها الناس، يا هل ترى يتم التغيير عن طريق الانقلاب، يا هل ترى يتم التغيير عن طريق الانتخاب، يا هل ترى يتم التغيير عن طريق الانتفاضة الشعبية، هذه الخيارات نتاع التغيير هي راها تسمى تتناقش عليها الناس، قال واش هو الخيار الأسلم اللي احنا لما نديروه نغيروا هذه العصابة، ويكون عمل جماعي نقبيلي عربي شاوي ناس كلها مع بعضها إسلامي على بالك تلتقي الناس مع بعضها لمحاصرة هذه العصابة. إيه عمل جماعي، ما تقدرش أنت حل العمل الجماعي، أنت على بالك باللي ما حش يكون، بس على بالك هذا الرصان تاع المعارضة وتاع الآخر كاع هذا ما يتفهمش مع هذا، وهذا كل واحد يحب الزعامة، حب يقول من الآخر ما حش يكون الحب الجماعي، ما عاد الناس ناس اللي تحب الوطن، ناس اللي تحب روحها. أسمع اسمع، خلينا نتجاوزوا الأحزاب. لو كان دوك مثلا أنا العبد الضعيف راه قال مثلا راه عندي قال مثلا الناس تحركت على مستوى الوطني، ننسى وجد الاحزاب هذه خلاص كلها، قال هاو الخيار نروحوا نخدموه وهاو الطريق نتفاهموا، قال واش هي الطريقه اللي احنا نغيروا بها ونروحوا نديروا التغيير، ننسى وجد الاحزاب لانه راه كاين منهم راه هو مساهم في منع التغيير، هذا امر مفروغ منه، مفروغ منه هذا اكيد، هذه الاحزاب المعارضه هي اللي خلات صح، مش من المعارضة ما كلموا أو ما رام يمشيوا ذكهم، وكل من المجا النظام رايح يطيح يسبقوا له، فهمت؟ لما شافوا النظام هو راه بدا يتهلهل يسودوا لهم الثقب هذاك على جال باش يزيد يستمر، صح وانا نذكر لو كان ذك قال باريزاق مثلا تكون مثلا مجموعة قال ينسحبوا، رايح ينسحب هذا عبد الرزاق مقرية، رايح ينسحب وش اسمه علي بن فليس، ذك يدخلوا يدخلوا على التجارة وكيف الحديث تواصل بيناتهم، راه تواصل بيناتهم، راه مريحين دوكهم، راه في مجموعة عندهم هذاك عبد الرزاق مقري، كاين واحد من تو يسميهم حركة البناء، فهمت؟ ممكن يخرجوا ممكن جدا يزيدوا يفوتوا هذاك، هو كان واحد وزير في السياحة وعلي بن فليس واسمه والغديري الوزاح النون والغديري وهذيك يعقبوه من 5 ولا 6 بوتفليقه، عمليا عمليا هما راهم رايحين يقولوا مثلا يستعملوا الوسمو الغديري
ما القديري في الشكة، القديري ممكن يخلقوا له قضية، قال مثلا في العدالة والله، والله كش ما حاجة، والله قال التقرير أمني والله، وما يفوتوش، صح يقدروا صح يمنعوه. هما اللي راهم صح رايحين يفوتوا هذوك. من بعد انت درك علي بن فليس راه يريح هو، يقنع على فاس والله، يقنع هذو تاع الارسيدي والله، راح يقنع الجماعة هذو الاخرين، ما ما اعتقدش. قلناش اصلا هو كان مع ومن بوتف بعد هما ليقرا في راهم الحكم. رايحين يديوها، يمشيوك، قال اودي روح في الانتخابات وتحرك الناس، وقال يلا امشي في المسيرات وفي التجمعات كما كانوا يديروها، والشعب برا وخبط وعيط، صح وبعد نهار الانتخابات اداوها لك. صح والله انا نشوفك تشوف تحركات هذه تاع الفيسبوك، والناس تخرج بال100 و200، والله قاعد لعب ذر يعني. باسكو انا نشوفها وقت الفيس، وقت الفيس يا اخي كما كنت تقول انت في البرجي، ولا عبالك باللي في البلديات يخرجوا الوفات. الفيس برا ماشي الدوله اللي ما زورتش الانتخابات، برا الناس شوف غلطت، ماشي البرج، الدوله اللي ما نهار اللي زورتش. شوف نهار اسمح اللي لي جا اسمح لي عباس مدني، جا عباس مدني للبرج في 90، تجمع داروه في سطاد، تجمع اصطاد ما كانوش سطاد، شوف اسمع سطاد، ماشي في التريبين، يعني سطاد، سطاد معمر وين يلعبوا البالو، سطاد كامل معمر ولي تريبين معمرين، تسمى ما عندكش، شوف صح البيضه ما عندهاش، ما عندهاش وين تطيح، هذا البرج ما تجمعات. اللي شوف راك فاهمك شوف، راه ما دوك راهم كاينين دي فيديو، بالعكس. الشعب برا، الشعب برا. على بالي دوك دوك انا هذاك الوقت ماشي الدوله اللي ما زورتش يا الرجال. الفيس اللي كانوا واقفين، الفيس ايه كانت قاعده شعبيه تاعو واقفه، والقاعده الشعبيه تاعو مامنه به 100%. يعني كانوا يضربوا مع الجندارم نورمال في البيروات، صح يضرب لك مع الجندار عنده ايه الضرب، مش هما كانوا واقفين، ماشي التزوير اللي ما وقعش. ما قدروش باسكو على بالك الفيس كان محاصرهم، الشعب كاع كان فيس. الانتخابات وين تروح تلقى بيرو تاع لابروك فيس؟ لابروك، والشعب شوف كان يدي المعلومات. كل لابروك، فراش كاين بيرو تاع فيس. انا حضرت، شوف انا كنت مراقب في الانتخابات تاع الفيس، في كل ربع ساعة تقرير، كل ربع ايوه ساعة الوسم، النتائج نتاع الدنيا محاصرة. الانتخابات اعلنت قبل ما تعلنها وزارة الداخلية، صح الدنيا محاصرة، كانت على محاصرة. بالنا باللي وسموا في المحاضر، المحاضر كنا احنا اللي نديروا فيهم، تعلى فلان كاين منهم راني اللي فاهمك. المحضر ما يعرفش يعمره، صح ما كاش افلان. صح المحضر ما يعرفش يعمره، دايرين له رئيس مركز الاسم تاعو ما يعرفش حتى صح يعمر، اللي تقول له دير لي المعدل، لانهم مالفين، مالفين بالتزوير، يمركي يمركي، من بعد تلحق صح ثم قال ها هو فلان دا سيس سانك طروا هدو، صح ايام بعد راه الناس تكوشي في السبوره هذيك، ايام بعد دير حتى المعدل، المعدل ما يعرفش واش يولي، واللي قال جبنا واحد الاستاذ نتاع الرياضيات، اي درنا المعدل فيس تربح. أنا فاهمك. ايه دوك وإنما ما كاينش ناس هذاك الوقت كان حزب عنده رجال، خارج في كان عنده التجمع، سيد الناس خارج هذاك في الوقت مسيرة مأمنة مشي في بالفكر الناس تاع الآخرين. هذاك الوقت مأمنة بالفكر تاع الفيس. أنا ضد الفيس ولا ماشي مع الفيس بصح أنا نستعرف باللي الناس كانت مأمنة مع الفيس، والقيادات ما كانوش تاع صالونات ولا تاع فيسبوكات، القيادات كانت تاع ميادين وحباسات. ماشي كيما ذوك مقريدي يروح لتيبازا ومنا. هذاك الوقت يا أخي الناس اسمع كاع باصات، شوف قصات لحظة، نورمال. اسمع هذا كيقول لك لحظة حب الوطن. اسمع، لحظة هكذا، لحظة برا هكذا في الاسبوع، يجي واحد يجي يقول له، يقول له شرطي، يقول له راني تيري عليك، يقول له هيا تيري، هي يعري له على صدره، يقول صح له هيا تيري، هي صح هيا تيري، يقدم يقدم حتى يولي الشرطي هذاك يروح. صح وهكذاك هذا الرجال وما ادراك. على كل حال حتى ولو كانت الخطه تبعهم في الاخير فاشله شويه، هكذاك وما غيروش في الاخير. واش قالت لك الدوله؟ هيا في وجوهكم عباسي مدني، ما نقبلوش، وديروا واش تحبوا، حب يقول لك بوتفليقه، كي يحب يجوزوه. كما شفتوش قبل 30 سنه واش داروا؟ نحاو بريزيدون طلع ليه، ومن بعد قالوا له لا. واش حبيت دير؟ الناس لازم ما تنساش هذه الفكره باللي يقدروا يديروها مع بوتاف هذا، حتى ولو يموت عادي يجيب واحده، ينجح واحد ويقولوا له ما يديروا له عادي، كوديتا وتربح فيه مستعدين باش لامال. يقتلوا، مستعدين باش يقتلوا ويعقبوها نورمال عادي. هذا شوف قلت يغم لك قتلوا. انا، شوف هما ما راهمش رايحين ينسحبوا الى اخر صح لحظه، صح والناس اللي راهم دركم في هذه المجموعه نتاع الدول العميقه اللي راهم حابينهم يستعيدوا
المناصب نتاعهم نفس الشيء، راهم مش رايحين ينسحبوا الى اخر لحظه. الشعب اللي راهو يمثل هو الغالبيه العظمى ما راهوش منظم، راه مكسر، خالقين له هذه قضيه تاع عربي وقبائلي، وخالقين له مشاهد تاع علماني واسلامي، خالقين له قضايا بروباغندا كما يقولوا. التسفيه هو الدعايه ولا تاع سياسه فرق تسد. انا فاهم. وبن غبريت والصالات وحكايه والناس يتبعوا في الصالات، هذه حكايه هذه دكتور. كل شيء. والناس يقدروا غدوا تخدم فيها، يقدروا غدوا يديروا ثاني حكايه دينيه على الدين، يستعملوا الدين، يقول لك ممنوع الصلاه في المساجد ولا كذا في الصبح وكذا. الشعب ينسى الحكايه هذه، يروح يتبع الدين. يعني الشعب الشعب ثاني ماشي متفطن، ليس كيس فطن، قتلوه بالدعاية تاع النهار يجيبوا شركس، هذاك يجيب كذا. استخلاص، رجعوا الدنيا سفهاء، رجعوا الناس سفهاء. يعني فهمت انت يا اخي؟ السيد صلى في المسجد، راح للمسجد. وانت يا اخي في كبرك انت قريته منا كاش نهار جانا مشكل احنا تاع تصلي وما تصليش داخل اللي يكولوا داروها بالعاني على كي يحبوا ينسيوك في حاجة فايس. وهذه تاع رشيد نكاز يا اخي، الناس كاع راهو يطلع يقول رشيد نكاز هما يحبوا رشيد نكاز يا اخي. عنده نضال، الناس راهي ناضلت في الجزائر من صغرها، بداها من الكشافة وهي طالعة من الكشافة، ومن بعد جمعيات، ومن بعد يدخل في تنظيم حزب وكذا وكذا وكذا. وما صح انت انسان يجي من البارح لدرك يا شي سيد هو داير بلون، جا دار الهدات على المنقبات هذا انتيليجون. واش قال لك؟ انا عندي دراهم وكيفاش ندير باش يعرفوني الناس. دار هدات على المنتخب، هو على باله راح يجي للجزائر، دار الهدات تاع المنقبات باسكو على باله بلي بعد 5 سنين يروح للجزائر يكون يعرفوه ديجا ديريكت بالمنقبات. راك فاهمني؟ الناس راهي ماشيه بمنهج التعاطف اوتوماتيكمون على باله، باسكو حنا شعب ماشي شعب جاهل يمشي، باسكو الشعب اللي يمشي بالعاطفه شعب جاهل. ما كاش عاطفه هنا في الالمان. نفس المان ما كاش عاطفه. الجي او 5 ما يقبلكش الويتر ما تجيش، مثلا دير رونديفو مع طبيب ما تروحش وما تعيطلوش في التليفون، ما تزيدش ديرك رونديفو. ما كاش عاطفه، ما تقولوش اسمح لي كنت مريض ولا يما ولا. حنا شعب تافه ماشي كاع، على كل حال ما نقدروش نتفهوا كاع الشعب، وانما الشعب اللي يمشي بالعاطفه كما قلت لك دار هذا المنهاج هذا، دار خطه على 15 سنه ولا على 10 سنين يوصل وين حب. هو ذكي ولقى الشعب كيف. انا نهار بان نكاز في الجزائر عرفت باللي الحكايه تاع النقاب دارها مقبل اللي وجد، ماشي يعرفوه على الساحه يستغل الدين اوتوماتيك يروح للجزائر. هذا تاع النقاب ومنا ديجا يجبد شويه الناس تحبه وبدا. واش يدير باش يزيد يثور الراي العام؟ قال لك باش نزيد ندير الهدات لماذا يدير عفسات لماذا اللي باش يولي بان يبدا يمشي 500 كيلو 600 كيلو هادو العفايس باش يزيدوا يعرفوه الناس. هذه المراه اللي يقول باللي مزوج بها هي اللي تدي فيه، هي اللي توجه فيه، هي اللي فيه مشروعو. شوف فين جا الشعب شويه ناضج يفهم. اسمع، هذه اللي راه مزوج بها هي اللي تقيدي فيه، هي الاصل نتاعها من الاورغواي ماهيش امريكانيه، اصل نتاعها من الاورغواي، عندها جنسيه امريكيه. هي الاختصاص نتاعها هي في تكوين هذو تسمى نتاع لي ليدرشيب، هي تكونها كيفاش انت تهضر، كيفاش انت تبريزونتي، كيفاش انت تاثر على الجماهير، كيفاش انت تضحك، كيفاش انت تمشي، كيفاش انت في حالة ما تتعرض للوسمو. فهمتك واش يقول الاخر. فهمتك يا اخي، هذا رئيس، هو الشعب الجزائري، هذا رئيس دوله يا سي احمد، ماشي يجي 10 سنين يقول لك انا وندير. كان في فرنسا على قد يجي يقول لك ندير رئيس دولة يا سي محمد. يا وسمع في الجزائر والله شوف، خلي نفوتو كل هذا. الانسان اللي تضرب يتكسر النيف نتاعو ما يردش على روحه، هذا تنتظر على جلب الشرط لك انت على شعب هذا ويحملك على شعب. يا اخي قلت لك هذه رئيس دولة، ماشي جا طلب يحكم جمعية اليتامى ولا جمعية المفقودين. جا سيد عايش في فرنسا جا قال لك ندير رئيس دولة، هذه الدولة هذه ماشي لعب. الناس واش غتشوف في الدولة؟
هون الكاز هذا يجي يدير لك منهج ويدير لك عفسه وتولي تحبه وشكوكو اوتوماتيك لازم يدير هكذا. هم بعد كي يحكمها عنده عقد مع اللي كانوا يخدموه اي واش كنتوا حابين تزاير بلا ما يديروا فيها يحبوا يديروا خلاص وصلوه للاخر ومن بعد يزيدوا يديروا له لونكادرومون داخل الدوله باسكو اوتوماتيك الاخرين ما يقبلوش يحبوا ينحيوه كيما مرسي يديروا له لونكادرومون خمس سنين الاولى يدير يفر كيما يقولوا صحح روحه من بعد روح تحكمه ومن بعد يقول اسرائيل تعالي وجيب لك حقوق الانسان وخليه ما يفوتش. هو شوف نقول لك هذاك رشيد نكاز مثل ما قلت انا راه يخدم في ناس اخرين. هو راه يوجد راه يهيئ في الارضيه فهمت اني فاهم راه يهيئ في الارضيه الناس راهم رايحين يجيو من بعده راه يهيئ في الارضيه البنفليس وعلي غديري راه يهيئ لهم في الارضيه فهمت. اليوم يهيئ لهم في الارضيه وبعد خمس سنين الجايين يحب هو اللي يكون في الأرضية يعني في الميدان. خليني خلي يا ودي هذو راه متوع النظام والله ما والله ما يفوت والله. شوف غير تقول لك في الجماعة تاع البوفور تاع الصحة قاسم بالله غير في أي لحظة غير يعطيه الجد باباه شوف يطيشوه في واد فهمك. صار بوضياف وما أدراك أني فاهم راه واحد من المجموعة تاع الستة من الكبار نهار لحقت للصحة طولوا الحس تحوس لي نتاع على النكاز إيه والله ما نبلهم به وراه يعوم جماعة مجاهدين وراهم شوف عبان رمضان تكوه في, 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 في ألمانيا واسمه خيضر تكوه في إسبانيا جماعة مجاهدين وثوريين ونهار لحقت للصحة تحوس لي نتاع على النكاز. هو شوف عطف الشعب للتغيير ايه تلمو خلانا بوتفليقه عرضت البلدان كيما يقولوا راك فاهم. كنت تولي 99 كي جا بوتفليقه الجزائر كانت خير من دوكا في 99 السالار كان الدينار خير من دوك كانت الناس تاكل خير من دوك مستوى خير من دوك. ايماجيني انت 20 سنه باش نوليو في 99 كنا خير 98 99 كان الشيء رخيص كان الدنيا ما كانش الناس عليه جهلت السرقه والسرى العجب والحرام ونسى برا من الفقر. هذاك الوقت كنا مليح صاحبي قبل ما يجيبوا تفليقة وقت الإرهاب وكذا كانت الدنيا تمشي. أنا نشفى جزر وال أك فاهم وقسما بالله وما زاد والو كنا في الإرهاب ما كانش زيادة أنت ذوك في 99 98 الوضع الاجتماعي الوضع المعيشي تاع الجزائريين أفضل ولا ذوك بعد ما جابوا تفليقة بعد 20 سنة شكون اللي أفضل باش نشوفوا الإنجازات وراه فهمت يعني المستوى المعيشي تاع الجزائريين قبل ما يجيبوا تفليقه بعام ولا بست شهور كان احسن من بعد ما جابوا تفليقه وخدم البلاد تاع موراها ب 20 سنه. الشعب تاعنا يا اخي كارثه وانا انسان ضحيه الشعب الغباء ما نقولش غباء ضحيه الشعب ما نكذبش عليك. الشعب اللي يجيهم واحد يدير حكايه في خمس سنين يقول لي يقول لك هو اللي يقدر لها وهو كذا. شوف اسمع واحد مناضل يناضل 20 سنه ولا 30 سنه وعنده برنامج يخدم الليل مع النهار واحد ما له باله به من بعد واحد يخرج يدير حاجه شطحه والله كشما شعار كشما شعار حجاب يخلص حجاباته منه ومشي كل برا الناس كل راه برا فرضا يا اخي احنا ماناش نلعبوا فرضا 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 جات اخنا نوردين فرضا جات القدره الاله الرب من السماء حط نكاز في الرئاسه يا هل ترى نكاز راح يبقى او مرسي وما ادراك عنده الاخوان بعد عام قالوا له ريكريك باسكو مرسي ما كانش مع الدوله العامقه ما ربحش ما كانش عنده فاهمني ولا فاهمني مرسي بالاخوان كيفاش تحبيت رشيد حكا حتى لازم راجل اللي يكون في الدوله العامقه وممطو ماشي مع الدوله العامقه ما نقدرش نفهمها لك هذه فهمتني ما فهمتنيش خاطر باش يجيب رئيس وما يكونش عنده لانكادرومو بعد عام يلعبوا له لعبه نورمال. يا واحد اللي مش فاهم النظام غير سي با لابان يمشي للترشح برافو ها مرسي اللي ماهوش فاهم السيستم وفاهم هذا حتى دوليا اقليميا ماهوش فاهم الامور كيفاش راها تمشي قادر يطيحوه في اسمه. علاش حنا رانا نحوسوا على جل باش يكون عمل جماعي باش انت تسكر المنافذ الكل صح. ما تخليهمش منين يدخلوا يعني خلي لهم غير انا قلت لك لازم الشعب صح لازم الشعب يكون ذكي
ما نروحوش نقول لواحد رانا معاك تحوط بهم من كل النواحي وتخلي لهم من فذ منين يخرجوا. يا راح انت داخل انت يا راح قال مثلا غرفة من انا بالافاعي وبالعقار من ترك راح تدخل ارواحو بصدرك. برافو 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 بصدرك اوتوماتيك مو هاو بالبروفا. كاين يعني حوايج نقدروا نعتمدوا عليهم تجارب سواء في الجزائر سواء في التسعينات ولا تجارب في مصر ولا نشوفوا التجارب تاعهم ونستخلصوا العبر ولا في سوريا كيفاش صرات ولا في تونس نستخلصوا العبر تاع الثورات وتاع اللي وصلوا للسلطه ونحاوهم ولا كذا ونجحوا. احنا ما نسحقوش. احنا نشوف الجزائريين نشوفهم اولا عندنا ثوره ولانه مجاهدين بوسائل وبإمكانيات محدودة استطاع هو أن يفرض واقع على فرنسا. بالتالي درك هذه النفسية الجزائرية لازم تتجه فقط في الاتجاه الصحيح. هذا ما كان يكونوا رجال مخلصين صادقين. هذا اللي يخص رجال مخلصين ماشي الشعب لازم يكونوا كوادر. يمشي وهم يكونوا يأطروا الشعب صح ما بعد يمشي صح. بالإضافة لأنه كانت هناك أحداث فاتت علينا إحنا الأحداث تاع 88 تاع 82 فاتت علينا وسمو الأحداث تاع التسعينات وصارت مجازر. أن ذوك لما نشوف واحد في 2019 المسيرة رانا جربناها وأدت إلى الفشل أنت وراك رايح وينك رايح؟ المسيرة رانا جربناها في التسعينات خرجت الناس في الإضراب نتاع الفيس ودارت الاعتصامات. لا يا أخ نور الدين أخ نور الدين كانت الناس برا كانت كان الشعب برا ومع ذلك شوف النتيجة. دوك لو كان نقولوا مثلا راهو كاين مثلا إجماع وطني راه الناس قال مثلا تحركت قال مثلا راهم كاين أحزاب سياسية يا سيدي حتى نقولوا الفيس راه ما كانش راهو كاين قال مثلا يعني بالحاج وقال مثلا مجموعه من الاطارات نتاع الفيس اللي كانوا في الفيس راهم مثلا في الخارج وقال مثلا نتاع الاف اف اس وقال نتاع الار سي دي واحزاب اخرى وراه دخل معاهم من فليس وبن بيتور وشخصيات اخرى قال مثلا احمد طالب حمروش التقت الناس وقال مثلا الناس تخرج المسيره نمشي معك نروح انا نمشي مع مسيره بواحد داير لي فيش في الفيسبوك والله ما على بال يا اخي الناس الشارع. شكون يأطر الشارع؟ شكون اللي يمشي الناس؟ هذه ماشي لعبة. بس كلها راح تقع فيها موتة. تقع فيها موتة هذه مظاهر. أتقع فيها موتة واعتقالات وأكفاء وتيتام وكذا. ما تقولش أكفاهم. على قلت لك أنا. بكريزمان كان الفيس كان أنكادر يعني واصل وكل فراج عنده بيرو. والناس تروح تستعلم البيرو والناس قاع كانت منخرطه في الحزب وفهمتني وفهمتنيش يقدر يدير لك تحرك في الشارع ما تخافش بصح تجيب انت هذوك شكون راح يقدر يحرك الشارع شكون اللي يثق فيه الشعب شكون الشعب تاع المبهلول ولا يثق الله يرضى عليك انا مانيش نقول نكاز ولا يامن في نكاز ويقول لك يقول ثوره الرجاله كيما داروا خدموا ثوره في التحرير وثوره حبوا يغيروا النظام وما قدروش عباس مدينه وكان مجاهد علي نحنا كان وهبطوهم انت جينا وثوريين قلت لك يموتوا على الوطن نورمال او ماتوا اصلا وتجي انت نكاز ضربوه بزوج صفعات قال لك والله غير ميروندي اش ميروندي اش صار له اكفاه يوسف في الضربات الاخر يعطيه طا وراه يحسب ضربني اروع عليا فهمتني وفهمتني اش يقول لك ما يعني لعب يعني باش شوف النيفو تاعنا من المستوى السياسي وين ينزل والناس ياست وكاين جزائريين بزاف ولو يكرهوا يقول لك انا جزائري كرهوا الجزائريه تاعهم بوتفليقه وصلنا لواحد الوقت انت ما تمشينيش على عقليه التسعينات راه جا شباب راه بوتفليقه كي جا الولد اللي زاد راه 20 سنه هذا 20 سنه يقدر يقتل يقدر يدير كلش هذا راه منحط او كره البلاد يعني فهمتني وفهمتنيش كرهوا الناس كرهوا وما لقاوش السبيل في من يقودوا باسكو الرجال اللي يقودوا يسموهم معارضه كاع تحت النظام وتحت البوفوار وفهمتني وفهمتنيش لدرجه ولينا نتبعوا في واحد اسمه نكاز عنده 5 سنين من اللي بان
وما نعرفوش رب استغفر الله ما نعرفوش مات منين جا طاح هكذا واش يعجبني يقولهم انه ولي رئيس ماشي قال دي بي تي ولا ما حب والو ما حبش وزير ولا حب رئيس لا صلا غلب عليهم تاك تشوف هذاك غني انا نضحك راح للوزم راح للبرج لا فامي الناس الناس في جنازة عندهم بنهم قتلوه عندهم بنهم قتلوه وإن شاء الله هذه إن شاء الله في الجامعات تيرك رايح تعزي عزي قال السير محمد حتى وتبان أنت نقوله مثلا في وسيلة إعلامية قال السلام عليكم عظم الله وأجركم أخويا ربي يكون معكم ومنا وبسلامة بالعافية تربح في الجنازة تستغل في الجنازة إعلامي كوميدي هذا ذوك أنت هذا ذوك انت يا ذوك انت يا راح انت دير انت غدوه يقابل ترامب ويتقابل هذا غدوه يقابل ترامب ويقابل بوتين ويقابل كي وفهموا كي يديروا نكاز ديروا في بالكم بلي الباسي تاعو يجبدوه هنا الدول نهار ضربوه ها هو الرئيس تاعو كيفاش ها انت دير بريزيدون كان يدي ضرب ضربوا شوفوا شوفوا وخطفوها سيكيورتي ميليتير انا رئيس ولا انت انت فهمني يحكمك رئيس جبتوا لي الفيديو حوشوا على واحد عنده نيف مش نيف برافو برافو ها ماشي واحد اللي تضربوا منا غدوه نضرب مع مصر ولا مع فرنسا ولا يجبدوا لنا لي فيديو هاو رئيس تاعهم يضحكوا علينا ها شويه ما تبهلوش يا ناس شكرا للاخ الكريم الله يرضى عليك واسمح لي كي طولت وشكرا نوردي خبابك طلعتنا معك شكرا الله يبارك فيك شكرا نشوف اضطر الاخ اسامه اخ اسامه راه مازال عندك نفس المشكله عندك نفس المشكله الاخ اسامه شوف ترى راه مانيش عارف واش صار لك اليوم هذا باللي واسمه رشيد نكاز هو اللي دال 1000 مليار هذيك روح حكيها مع واحد ما يعرفش السياسة ماشي معايا أنا فهمت وروح قل رشيد نكاز قبل أول يثبت لنا باللي راهو مليونير نهار اللي يثبت لنا باللي راهو مليونير من بعد روح حكي لنا على 1000 مليار احنا على بالنا باللي النظام راهو سرة على بالنا باللي النظام فالس ونظام فاسد ورانا نحوسو نغيروه لكن بصح ما تجيش تخدعني انت لا بنكاز ولا بغيره اثبت لي برك باللي راهو درك هو مليونير النهار اللي تثبتها لي اروح احكي لي على السياسه تتبع في واحد مبوقل ما عندكش عليه حتى دليل راه تسمع انت في وسائل الاعلام يسوقوا لكم في صوره عليه باللي راهو يعاون في المسلمين وباللي راهو كذا وراهو هزم فرنسا وراهو كذا وراهو نزل او نحل الجنسيه نتاعو هذه المسائل هذه لا تبني دولة فهمت هذه نتاع حال جنسية نتاع وهذه لا تبني دولة والريلي إذا كان هذا راهو المليونير هذا راهو استثمر الأموال تاعو في الجزائر إذا عنده تقول لي باللي مانعينو راه مانعينو باش يستثمر ها هو ربراب ربراب دوك راهو كيقول هو راهو مليونير راك تشوف انت في الشركات نتاعو ولا في فرنسا ولا في الجزائر وراهو داير موظفين وناس راه تخدم ورا هذه الشركات نتاع النكاز تاعك المليونير شوفوا ترى الاخ هذا احمد المهم الاخوه ما نطولش بزاف عارف باللي راهو الوقت اخر السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا بك الاخ احمد واش راكم صافا الله يبارك فيك من راك تكلم فينا الاخ احمد من ولايه تيارت مرحبا بك يا خويا انا بغيت نقول غير واحد الكلمه برك كاين واحد الناس ما يعرفوش تفضل شوف بالنسبه لرشيد نقاز هذا اللي راهم يتبعوه فيه ويقولوا عليه هو باين الحكايه تاعو انك هو شوف كاين بعض السياسات انا شوف انا متغيظنيش من الربراب ومن طحكوت باسكو هادو راهم كيستثمروا في الخارج دراهمهم يدخلوا لهنايا يدخلوا ولا ما يدخلوش نعم ولكن الانسان الوحيد اللي ما يدخلوش دراهمه للجزائر على بالكم شكون هو هو رشيد نقاز دراهمه ما يدخلوش هنايا
باسكو علاش ما عندوش ما عندوش باسكو علاش دراهمو ما يدخلوش ماشي ما عندوش عنده ما عندوش باسكو كلشي اصلا ما عندوش يا راجل كلشي في اسم مرتو بون بس تبغي هو كان يقول لهم باللي الولايات المتحده الامريكيه وشوفوا الرخص وفي لي فيديو في لي لايف تاعو نورمالمون راكم تفرجهم حب زعما السيارات الامريكيه تدخل للسوق الجزائريه بون سقسيك معليش بس دخل شركه امريكيه للجزائر واش لازم يكون كاين في الجزائر واش تقصد دخلت دير استثمار تاع شركه امريكيه هنايا في الجزائر كاين عندها كين شرط وزارة. على بالك شنو الشرط تاع الولايات المتحده الامريكيه دير لاباز تاعها في البلاد اللي تستثمر فيها والجزائر الدوله الوحيده اللي ما عندهاش لاباز تاع الولايات المتحده الامريكيه يعني احنا نذكروا الايجابيات تاع سيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقه ما نذكروش ايجابيات تاعو انه علاش ما دخلوش الشركات الاجنبيه تاع الولايات المتحده الامريكيه وما دخل شغل ما اقتحمتش السوق الجزائريه اللي هي هذا هو الشرط وفي بزاف مجالات احنا نهضروا غير على مجالات ازمه الامريكان راه موجوده في حاسم سعوده شيخ راه موجوده في الابر تاع البترول موجوده شركات من بينها شركات نتاع استثمار راهم دايرينها في البيض وراهم دايرينها في ولايات واحدة أخرى هذه مسألة نتاع أنه نتاع الماريكان ما عندكش هذه غمك كان لازم تحكيها هذه أو ذاك النهار راهو السفير راهو كل مرة يعيط الواحد فهمت حنا دوك نتاع المشترك نتاع لا لا اسمح لي اسمح لي اسمح لي شوف باش نتا درك تدافع لي نتا يا دوك نتا تهاجم لي نكاز من أجل خدمة بوتفليقة هذيك ما تمشيش معايا أنايا ممكن تروح تمررها في مكان واحد اخر انا راني ضدهم في اثنين ماشي مرة انا 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 انسان ضد العهدة الخامسة وضد النقاز كرئيس جمهورية بس تعرف الموقف هذا ما نطرحوش في الخيارات هذا النقاز انا ما نطرحوش في الخيارات تاعي هذا ان بالنسبة لي انسان مكلف بمهمة وراء ناس راهم يدفعوا فيه ولكن هم راهم يحضروا راهم من بعد يجيو هو راهو كيما يقولوا يحضر في الارضيه فهمت يعطيك الصحه راه من بعد راهم يبانوا راك فاهم السياسه بيان تاعي سمعتني يا شيخ ولكن احنا نطالبوا باش يجي خصنا رئيس محترم رئيس يعرف للسياسه الخارجيه رئيس ذو شخصيه رئيس عنده في راسه ماشي غير من هبه وادب يا وكرهنا ملينا هذا البلاد كومبلي فيها غير رشيد نكاز وها وما على باليش شكون وما على باليش شكون وما على باليش شكون ما كاش الناس محترمين وعندهم يعني مستوى باش يترشحوا انا حاجه ما فهمتهاش مهم شكرا للاخ الكريم ربما كاين فيه اخوه اخرين راهم ينتظروا نخلي لهم يديروا كلمات باش نختم البرنامج شكرا نتمنى هو الاخ اسامه المره هذه راك طلعت هاي السلام عليكم وعليكم السلام اهل الاخ اسامه واش صار لك اليوم هذا صاحبي يعني؟ لا باليش يا خويا ديزانستالي دو فوا وعاودت كل شيء باش طلعت الله تقلقت بالك ما عندك خلل ممكن بالك ما نو لقيت كي عاود درك فيريفيت لقيت ان اوتر باج فيسبوك اكتيفي معايا جو سي با كوني ميم با سيبريميتها وكي سيبريميتها وطلعت عرفت باللي منها شغل ممكن ان باج دايرت لي سويفي هكا شغل من بعد الا عندك الوسم نتاعهم اعطي لي
نشوف انا سيبريمي تاع سير لوكو من بعد نشوف نعاود نشوف ما علي لا الشافعي الاسم نتاعو ولا اعطيه لي باش نبلوكيوه باش نخدموه شويه ان شاء الله. بون استاذ انا كان كنت حاب ندخل مقبله في الحصه الاولى تاع النخبه الجزائريه والمهجر وكذا، سجلت بعض النقاط الا تسمح لي نعاود نرجع غير شويه ليها نتاع واسمه نتاع الكفاءات والانتخابات. بون الاسباب السبب الرئيسي راك تكلمت عليه انت وبزاف الاخوه تكلموا عليه هو انه فقدان الثقه، معناتها ما بقاتش ثقه بين ككل، لانه الجاليه هذه النخبه هذه احنا متكونين في البلاد، احنا ولاد البلاد وجايين من المجتمع نفسه، معناتها كيما المجتمع الجزائري اللي راه في البلاد فقد الثقه في السياسيين وفي الاصلاح، احنا كذلك فقدنا الثقه في هذه. غلطه ثانيه هي انه الكل ينتظر يقول لك لو كانت تسقم البلاد ندخل، لو كانت تسقم البلاد بصح البلاد ماهيش تسقم هكاك، لازم احنا نسقموها. استناوني نسقمها لهم انا، نسقمها لهم انا ومن بعد يجي نيشان. فوالا نيشان هذيك راك هضرت عليها فاني. بون تكلمت مع واحد الاخ على التاثير، قلت له كان النخبه هذه تتوحد، انا يا اخ نور الدين هل نتوحدوا مثلا غير باش نهبطوا البي تاع الجيري وننقصوا اللي كيما صبر برك الاخ واسمو صبر الاخ اسامه الاخ هذاك اللي انت كتبت ترمز الاسم تاعك بزكريا فقط برك، يعني شغل نجاوبك برك ونفوت، يعني قادر نبلوكيك ونعقب بصح نجاوبك. قلت انت باللي هذا الصفحه ظهر فيها ريحه الكاشير يا انت الاسم، شوف انت الاسم نتاعك نقول لك شو هو، انت الاسم نتاعك الظاهر هو انه فيه ريحه القرط والتبن واعر هذه. تفضل الاخ وسام يزيد فضلك. دونك قلت لك على التوحد، الى نتوحدوا اول حاجه نورمالمون نتوحدوا كجاليه كامله وننقصوا على روحتينا غير هذا الغلاء في ليبيا تاع الجيري، هذه رساله انه ما نتوحدوش. كاينه حاجه مهمه استاذ رانا غافلين عليها نوعا ما، هي انه النظام الحالي في الجزائر كانما راهو يحارب في ابناء الجاليه بطريقه مباشره، معناتها هو لما يسن قانون في الدستور يمنع المهاجرين من مناصب عليا في البلاد ومناصب يسميها حساسه، اذا يمنعني انا اليوم، اذا كان هذا النظام يمنعني انا اللي فوت 25 سنه ولا 26 سنه في الجزائر، فما هو مستقبل اولادنا في المستقبل؟ واش راح كيفاش راح يتعامل معهم هذا النظام في ميزك انت؟ هذه نقطة لازم ننتبه لها. لا 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 شوف نقول لك أنا هذه المسألة ماهيش يعني كيما نقولوا عائق بالنسبة لي، فهمت؟ لنفترض هو أنه هذ الناس راهم خايفين على البلاد من الاختراق، يقدر هو يطلع لك واحد راه مش عايش في الجزائر وقال هو دوك يطلع لك يصير لك رئيس، ولكن برك هذا الإنسان اللي راهو دوك هو في الخارج، وعلاش أنت فقط هو أنك تكون رئيس ولا ما تخدمش البلاد والله؟ لا ما كانش معها هذا. ايه كاينه مناصب واحده اخرى، روح ترشح انت البرلمان، ترشح انت الوسمو وختم انت في الجزائر ونهار تقعد فيها 10 يعني فرضا، وروح انت قعد عيش في الجزائر وترشح الانتخابات الرئاسيه ونعطيك الشعب الله يسهل عليك. المشكله ما راهيش هنا، هذه راها حاجه برك على جال باش هما يديروا كيما يقولوا حجرات في الطريق. احنا ما لازمش الواحد يروح مع الامور، احنا نشوف نقول لك الواحد يركز على الحاجه الصح اللي هي تغيير النظام، والى ما بعد تغيير النظام النهار اللي انت تغير النظام فيما بعد انت دير الدستور ودير القوانين اللي انت راك تحوس عليها واللي تخدم البلاد، فهمت؟ يحدث نقاش، قال مثلا اذا كان شافوا مثلا مجموعه من القانونيين ومجموعه من الخبراء وكذا شافوا من أن هذه القضية يدرسوها دراسة موضوعية ودراسة يعني تاع صح، فيما بعد إذا كان شافوا باللي قال مثلا هذا القانون هذا اللي يمنع هو قال مثلا الناس من تقلد مثلا مسؤوليات عليا قال مثلا في الحكومة ولا في الرئاسة فلتكون وراء المشكلة، كاينش مشكلة، ولكن تتم في إطار من الشفافية وفي إطار من الموضوعية ومن الدراسة، مش تحطها برك هذا انت واحد جاتو في راسه دير قانون، جاتو في راسه نحي القانون، البارح يلاه سكر العهدات من بعد افتحها ومن بعد عاود رجع ومن بعد هاي العهدة الأولى في الدستور الجديد،
كون متبرويط. ايه الدستور ولا من شافها معناتها بون، هذا فيما يخص النخبه وهذيك. بالنسبه لي انا هي نقص، هي انعدام الثقه، ما كانش ثقه، ما كانش ان ليدر فقط يعني لمحه اشهاريه. مثلا انا عشت واحد الفتره في لا ريجيون باريزيان، مليح.